وبالنسبة لهنا الريزيوم يكون السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس قلت اسلم عليكم كده. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الانتيبيوتكس. دي اول محاضرة من ضمن كذا محاضرة هنتكلم فيها على دي أول السلام عليكم يا جماعة، لحظات عشان ما يا رب يخشوش تكونوا بعض. بخير. أوكي، دي أول محاضرة من ضمن كذا محاضرة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها عن الأنتيبيوتيك، الأنتيبيوتيك يوز في البيدياتريك براكتس. ده من أولها كده تمام. الفكرة كلها إن إحنا اللي يعني الورك شوب دي هتبقى حوالي 3 محاضرات، ممكن تمتد لـ4. الورك شوب دي هنتكلم فيها الاول ايه هي الانتيبيوتيك، نتكلم عنهم ككلاسز، هنتكلم عنهم كادويه من حيث المود اوف اكشن، السبيكترم بتاعهم، سايد افكتس ممكن نقولها في النص كده، بيشتغلوا على ايه الانتيبيوتيك، سوري ايه المايكرو اورجانيزم او البكتيريا اللي بتشتغلوا عليها، احنا بنستخدمهم موست كومنلي في ايه. تمام، دي المرة الأولانية. المرة الثانية هنحاول هنكمل المرة الأولانية لأن الموضوع هياخد غالبا مرتين. هنبدأ نحاول نجيب الجايد لاينز بتاعة الديفرنت ديفرنت اورجانيزم او ديفرنت انفكشنز. تمام، اليو تي اي بنعمل فيها ايه، السبسس بنعمل فيه ايه، النمونيا بنعمل فيها ايه، وهكذا. تمام، المرحلة الثالثة وآخر حاجة هتبقى مينلي عبارة عن كيسز. تمام، وممكن الثانية والثالثة نعملهم في حاجة واحدة، نعمل كيسز ونكتب فيها. الشركة مفتوحة على ايه؟ تمام، كيسز ونقول فيها في نفس الوقت الايه، مش سامع في مشكلة يا جماعة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت يا شباب؟ هنقفل الفيديو بقى، باي باي. أنا سامع كويس. طيب تمام، كويس جدا كويس جدا. طيب نظبط يا جماعه النت كده. انا اعتقد النت عندي الحمد لله الحمد لله كويس. تمام، اعتقد أعتقد الدنيا كويسة برضه، أنا شايف. طيب اوكي الحمد لله. طيب انا مش عايز احسد النت، بس انت عارفين ان ايه النت ده بيتحسد بسهوله يعني. تمام، طيب الحمد لله. طيب انا بقى قفلت الفيديو مع بعض بقى ان شاء الله من خلال الصوت ونكبر بقى ونبدا. تمام اوكي. الانتيبيوتيك ان بيدياتريك براكتس، هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ايه ده؟ ببساطه شديده ده شكل البكتيريال سيل ستراكشر، ده المنظر اللي احنا هنشتغل عليه. دي البكتيريا اللي قرفانا في حياتنا ومطلعه عنينا، وببساطه شديده وده التارجت بتاعنا ان احنا هنشتغل عليه. تمام، انا مش عاوز ان احنا نعمل لها نشوف الهيستولوجي بتاعها ونقعد نبص عليها تحت الميكروسكوب ولا بتاع. انا بس عاوز كام حاجه بس يبقوا في دماغنا كده. تمام، شايفين في حاجه اسمها جوه، في حاجه اسمها سبور، شايفين في حاجه اسمها دي ان ايه. دي ان ايه ده مش جوه النيوكليس، هو دي ان ايه سايح على بعضه كده. تمام، في حاجه اسمها ريبوزوم، مهم قوي الريبوزوم ده، مهم قوي في البروتين سينثيسيس. وطبعا اكيد الريبوزوم ده مش هيشتغل غير باوامر من الدي ان ايه عن طريق ميسنجر ار ان ايه، ام ار ان ايه. تمام، وبالتالي هيطلع بعدها ار ار ان ايه. تمام اوكي، في حاجه اسمها كبسول، وده مش في كل البكتيريا، واكيد انتوا عارفين في انكابسوليتد وفي من غير كبسول. تمام، في حاجه اسمها سيل وول برضه. احنا يا جماعه احنا مش هنذاكر مايكروبيولوجي، او مش هنذاكر يعني ابتدى انا مش فارقه معايا قوي فكره انفكشوس ديزيز. خلي بالكم احنا دايما كنا زمايلي اللي كان لهم محاضرات قبل كده على وسمعوا لي محاضرات قبل كده، انا دايما بحاول اقول فيري ديب الكلام، فيري ديب في المحاضرات. تمام، ودايما بجيب الكلام من مقصر قوي من كتاب، لكن الى حد ما المحاضرات بتاعت الانتيبيوتكس دي، طبعا الانتيبيوتكس ده علم. تمام، يعني دول بتاع مايكروبيولوجي وانفكشوس ديزيزز، ودول اتنين، دول يعني دول تخصصين ما لهمش علاقه بالاطفال. فاحنا انا احنا المين اللي هنشتغل عليه، ايه اللي المفروض ابتدى، ايه اللي المفروض الدكتور الاطفال يبقى عارفه في الانتيبيوتيك، ما لا يصح الجهل به في الانتيبيوتيك. تمام، طيب
برضو نظرة عامة كده ببساطة شديدة بسرعة، تمام؟ حجم البكتيريا دي عامل ازاي؟ لو شفنا تحت الفيروسز ما تبانش غير بالالكترون مايكروسكوب على راسهم، طبعا دلوقتي اللي مطلع عنينا وقرفنا الكورونا فيروس والكلام ده، زي ما انتم شايفين اهو، مش عارف ابتدى 10 اس ماينس 7، ما بين 10 اس ماينس 7 ل 10 اس ماينس 8 من المليمتر، من يعني من النانومتر، حاجه كده يعني ضايعه خالص، من المليمتر حاجه ضايعه خالص، تمام؟ اوكي. طب البروكاريوتيك سيلز دي، هي دي البروكاريوتيك سيلز على ايدنا اليمين دي، هي دي بتبان بالال ام عاديه باللايت مايكروسكوب، تمام؟ وهي دي شكل حجم الخليه بتاع البكتيريا. انتوا عارفين طبعا ان البكتيريا دي يوني سيلولر، حاله حاجه سيلز واحده، تمام؟ الايوكاريوتيك سيلز دي اللي هو اليست او السيلز بتاعتنا، السيلز اللي هي موجوده في جسم الانسان دي، برضو بالال ام، تمام؟ فزي شايفين الفرق بين البكتيريا وحجم البكتيريا وحجم السيلز بتاعت البني ادم، هما الاثنين في اطار اللايت مايكروسكوب، بس طبعا لا يورو بالعالم المجرد ده. نطلع فوق بقى نشوف بالعين، اللي زي الايه الراوند وورم والحاجات اللي هي بتبقى بالعين، زي الحاجات اللي بنقدر نشوفها، بارازايتس بالعين وكده، تمام؟ فاحنا من الاخر احنا في المنطقه بتاعت ما بين اللايت مايكروسكوب وممكن بعضهم بالالكترون مايكروسكوبي، اللي هم الجزء بتاع الاتيبيكال بكتيريا والكلام ده، اوكي؟ تمام. كلاسيفيكيشن طبعا، على هنتكلم الكلاسيفيكيشن ده بتفصيل اكتر، بس طبعا كلنا عارفين الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا، سواء جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، بكل بساطه بيحطوا عليه، يعني لما جم لقوا في مليون بكتيريا هيفرقوا بينهم ازاي؟ مش عارفين، تمام؟ فالحل ولا حاجه، حطينا ستين كده وشفنا ايه الاخبار. الستين دي بتمسك في السيل وول، تمام؟ تمسك في حاجه اسمها بيبتيدو جلايكان في السيل وول، تمام؟ ماده ما في السيل وول، متشكرين، تمام؟ الفكره كلها الماده، فالجرام بوزيتيف الفكره كلها ما عندهمش حاجه اسمها اوتر ميمبرين، فالماده دي بتخش على طول على السيل وول، تمسك فيها فتتصبغ، فتبقى حاجه لطيفه جدا. لكن الجرام نيجاتيف لا، ما بتتصبغش. ليه ما بتتصبغش؟ لان عنده حاجه اسمها اوتر ميمبرين بيمنع الماده دي انها تخش، تمام؟ فبكل بساطه الجرام بوزيتيف بتتسبق بالماده اللي هي اسمها الجرام ستين دي، تمام؟ لان الجرام ستين دي بتمسك في السيل وول او في ماده ما من السيل وول، تمام؟ لكن الجرام نيجاتيف عشان خاطر عنده حاجه اسمها اوتر ممبرين بره، ابتدى ما بيخش، ما بيعرفش يدخل، تمام؟ فبيمنعه من ان هو يدخل، فبيبقى جرام نيجاتيف، لا تصبغ بماده الجرام، لكن الجرام بوزيتيف تصبغ بجانب ماده الجرام. فبقى عندي تو جروبس اوف بكتيريا، دو جروبس كبار جدا اوف بكتيريا، حاجه اسمها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، تمام؟ حاولت ازود الموضوع شويه، قال لك اه والله ده احنا ممكن نشوف الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف دول شكلهم عامل ازاي. في حاجه اسمها كوكسي او سفيريكال، يعني مدوره، تمام؟ وفي حاجه اسمها ديبلوكوكاي، اتنين كل اتنين مع بعض، تمام؟ في حاجه اسمها باسيلاي اللي هما من الاخر كده تبقى مفروده شويه، تمام؟ في حاجه فيها في منهم حاجه اسمها كوكو باسيلاي على راسهم، الهيموفلس انفلونزا، اللي هو ما بين، يعني هي مدوره بس مسحوبه سنه، فسموها هيموفلس انفلونزا. هيفرق معانا الكلام ده؟ مش هيفرق قوي، بس يعني بفتح دماغك كده، بنشيل الصدى عن الكلام القديم اللي كان في دماغنا، تمام؟ اخيرا في حاجه اسمها سكورفيت، زي الفيبريو كوليرا والبتاع اللايم ديزيز ده، اللي هو بوريلا بورجوتوفيري، تمام؟ اللي هي بتاعت بتعمل لايم ديزيز، تمام؟ اوكي، يبقى احنا عرفنا ان احنا بنقسمها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وده التقسيمه الاساسيه لينا احنا ككلينيشن. الجزء ده الى حد ما اكتر ناحيه الميكروبيولوجي، مش هيبقى فارق قوي معانا، تمام؟ اوكي، ككلينيشن احنا عندنا اربعه جروبس كبار، تمام؟ ككلينيشن احنا عندنا اربعه جروبس كبار. يعني ايه ككلينيشن؟ يعني انا مش فارق معايا قوي كل الرغي اللي انت قلته لي ده، كل الرغي بتاع كوكو باسيلاي ولا ديبلو كوكاي ولا الكلام الحمصي ده كله كلام لطيف، بس كله كلام انا كدكتور واقف في المستشفى او في الرعايه او في الحضانه وعندي عيان تعبان هو عنده كوكاي، طب انا عملت، انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، تمام؟ انا عاوز اعرف هو العيان ده عنده بكتيريا باحدى الاربعه دول، الكلينيكال كلاسيفيكيشن، تمام؟ احدى الاربعه دول، يا اما جرام بوزيتيف، يا اما جرام نيجاتيف، يا اما انيروبيك بكتيريا، يا اما اتيبيكال بكتيريا، بس، تمام؟ يعني انت حط لي البكتيريا اللي مصاب بيها العيان في واحده من الاربعه دول، ما توجعش دماغي، تمام؟ طب هو الاتيبيكال دي ممكن تبقى جرام بوزيتيف اكيد، والانيروبيك ممكن يبقى جرام نيجاتيف، اهلا وسهلا، تمام؟ بس هو الفكره كلها ان هو الانتي بايوتيك اللي شغال عليهم مختلف.
حلو، يعني في انتيبيوتكس معينه للانيروبس، في انتيبيوتكس معينه للاتيبيكال، تمام. فانا مش عايز احطهم تحت الامبريلا بتاعه الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، فانا عندي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انيروبيك انفكشن واتيبيكال انفكشن. اوكي، الجرام بوست بقى قلنا كوكاي وكوكو باسيلاي، طبعا على الكوكو باسيلاي ده اللي زي الليستيريا، والليستيريا ممكن حد يقول لي كده احنا الليستيريا دي خدناها في حته واحده بس في الاطفال، مين الليستيريا دي بتعمل ايه في الاطفال؟ ها مين فاكر كده مين الليستيريا دي كانت مهمه خالص في الاطفال في حاجه؟ انفكشن بالذات، كونجنيتال انفكشن، كونجنيتال انفكشن، وبالذات ايه الايرلي اونست سيبسس، الايرلي اونست سيبسس، وبالذات المنجر كوريابنومايتس. فبالتالي ببقى شاكك جدا في حكايه المنينجايتس، تمام. عشان كده لو تعرفوا، لو انتوا عارفين كلكم احسن مني، ان على راس الانتيبيوتيك اللي بيتاخد في العيان اللي داخل الحضانه في الايرلي اونس سيرسز هو البنسلين، تمام. عشان البنسلين ده هو ده بتاع ده بيقاوم الليستيريا، عشان كده احنا بنكتب يونسين جنتامايسين او يونسين اميكين دايما في الحضانات بتاعتنا كلنا، واعتقد انتوا احسن مني في النقطه دي كتير، تمام. الكوكسي بقى يا اما كلسترز زي اللي هو الستاف اوريس، او بل مش لازم ستاف اوريس، ستافيلوكوكس يعني، تمام، مش لازم اوريس يعني، تمام. والبيرز او التشين، او بيرز او تشين اللي هو ستريبتوكوكاي او انتيروكوكاي. طيب انا ليه بس وقفت عند ستاف اوريس مش لازم اوريس؟ هو الستافيلوكوكس هم من الاخر كده برضو انا هتكلم من الناحيه الكلينيكال مش من ناحيه البكتيريولوجي. من ناحيه الكلينيكال يا جماعه احنا عندنا استافيلوكوكس اوريوس والكونز، الكونز ده اللي هم بتاع في حاجه بقى اسمها ستاف ابيدرميتس، ستاف هيموليتيكس، ستاف مش عارف ايه، تمام. الحاجات دي كلها اسمهم كونز، كواجليز نيجاتيف ستاف، تمام. ستاف اوريوس كواجليز بوزيتيف ستاف، تيست معين كده بيعملوه يا بوزيتيف يا نيجاتيف، تمام. فلو بوزيتيف ستاف اوريوس، الكونز ده مشهور بحاجتين، ان هو ممكن يبقى كونتامينيشن عن السكن، تمام، او بتاع ده بيبقى في هوسبيتال اكوايرد انفكشن، بس معلش مع احترام يعني دي في الهوسبيتالز النظيفه بتاعت ايه بلاد الغرب، لكن الهوسبيتالز بتاعتنا احنا عندنا مؤاخذه جرام نيجاتيف، تمام. فبالتالي يعني اوكي ستاف كونز دي على راسنا من فوق، ولكن متشكرين ليكم خالص، دي المعلومه بسرعه عن الكونز، تمام. طيب الجرام نيجاتيف طبعا يا كوكسي او كوكاي ورودز او كوكو باسيلاي، الكوكسي نايسيريا وموراكزيلا، الكوكو باسيلاي اللي هيموفيلس انفلونزا مهم قوي، والبوتاديلا اللي هي بورتاديلا برتاسس، وفكروني بقول لكم حاله دمها خفيف كده على البرتاسس، واخيرا الايكولا الرودز اللي هم تقريبا معظم الجرام نيجاتيف هم رودز، تمام. طبعا انتوا كلكم عارفينها بقى الايكولاي وكليسيلا والانتيروباكتر، الحاجات بتاعت الانتيروباكتريسي زود عليها السينتوفوموناس والسراشيا، والسراشيا تعتبر انتيروباكتريسي والسيتروباكتر، تمام. اوكي الكلام ده لطيف، تمام. الانيروبس، الانيروبس وطبعا على راس الانيروبس الكلوستريديوم، ولازم طبعا في دماغنا الكلوستريديوم ده لان ده مهم خالص، بس في مواقف معينه دايما الانيروبس بتبقى في مواقف معينه. ممكن حد كده يفكرني ايه المواقف اللي المهم فيها الانيروبس؟ افكر فيها مواقف في الكلينيكال، يعني امتى اقول انا لازم اغطي العيان ده بحاجه انيروبس؟ ايه المواقف دي؟ ممكن حد يتكلم معايا كده في النقطه دي؟ حاله الابسس، اسبيريشن نمونيا، اسبيريشن نمونيا، وحاجه في حد قال ابسس، ابسس ايه؟ انهي ابسس؟ لونج ابسس، لونج ابسس، لونج ابسس، انيروبس، مش عارف ليه ليه انيروبس، ليه قلنا لونج ابسس انيروبس؟ احنا ممكن تبقى ابتدى دنتال ابسس عامه، الحاجات اللي بتبقى في الماوث هي اللي مشهور بيها الكلام ده. طب الناس والبرين ابسس، البرين ابسس احنا بنغطي بانيروبس عشان خاطر احنا بنغطي كل حاجه، لكن هو بصراحه برضه مش كومن ان احنا نلاقي في برين ابسس يبقى انيروبس، تمام. لكن ايه في حاجه كومن الناس بتوع مين الناس اللي شغاله رعايه يقولوا لي ايه الحاجات دايما اللي احنا لازم نغطي بانيروبس غير اسبيريشن نمونيا؟ طبعا حد قالها كويس، ايه تاني مهم خالص؟ ممكن البرولونجد انتي بايوتيك، الجي اي تي برونج انتي بايوتيك كده برضه هغطي بكل حاجه، او جي اي تي سيرجري، تمام، او اللي بتاع ده الجي اي تي انفكشن. وحاجه مهمه خالص وبنشوفها كتير جدا الناس بتشتغل اي منطقه الريتروفرنجيال، او كمان كمل لتحت كمان، والميديا ستاينا، تمام بالظبط.
الميدياستاينال الناس اللي بتبقى العيال اللي بتشرب بوتاس بعيد عنكم تمام والبتاع ده والاسوفيجاس بيتبهدل وبيتهربت خالص ده تمام بيبقى عنده ميدياستاينايتس تمام. الميدياستاينايتس طبعا دي اهم حاجه تتغطى بحاجه انيروبس تمام دي حاجه مهمه جدا 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 تمام. طيب اخيرا الاتيبيكال انفكشن وهم ثلاثه مينلي ومعاهم واحده رابعه بس الثلاثه مايكوبلازما كلاميديا وليجونيلا ومعاهم الريكيتسيا تمام ودول اللي بيعملوا الاتيبيكال انفكشن او الاتيبيكال نمونيا تمام. ومايكوبلازما لها موقف معين كده نبقى نتكلم عنه ان ديتيلز. ده ببساطه شديده يا جماعه ده كده ايه البرشام اللي هنشتغل عليه ده البرشام اللي احنا هنخش بيه الامتحان هو جرام بوزيتيف ونيجاتيف انيروبس واتيبيكال تمام. بس في غير كده في طبعا يعني احنا ما حطيناش التي بي مثلا تمام اوكي ماشي ما هو احنا بس احنا بنقول ده برشام احنا حاجه كده تمشينا في الامور تخلينا نعرف ناخد القرار كويس تمام. طيب نتيجه بقى اللي انا عملته ده نتيجه اللي انا قلته ده فهنعمل ايه معلش استحملوني بقى على اللي انا هقوله لكم ده تمام. عملت انا بقى ده اختراع جلالي بحت ده مش مكتوب من اي كتاب ها ده اختراعي 100% تمام. يعني انا قصدي ده انا مش نقله من حته بس عشان اخدر انا لا باكد على اللي انا بقوله انا مش نقله من حته تاني انا مش نقله من حته ما هو دي حاجه مش كويسه قوي يعني تمام. المهم فبالتالي عملت زي اللي هو بيسموها باي تشارت كده تمام. وبقى عندي عندي رحت عامل دايره حطيت فيها جرام بوزيتيف وخليته لونه ازرق وجرام نيجاتيف وخليت لونه احمر وانيروبس وخليتهم لونهم اصفر واتيبيكال وخليتهم لونهم اخضر. ليه عملت كده يا عم هتعرفوا دلوقتي تمام. فبالتالي انا عندي حاجه اسمها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيروبس واتيبيكال احفظوا الالوان دي تمام اوكي طيب طب لحظه كده لحظه خلينا ناخد دي الاول تمام. طيب نيجي الانتيبيوتيك ريزيستنس تمام. طيب انا بعمل ايه دلوقتي انا بقسم لكم المايكرو اورجانيزم بشكل كلينيكال. احنا اتفقنا كويس جدا اتفقنا مع بعض ان الانتيبيوتيك ابتدى ان احنا عندنا اربعه جروبس من الانتيبيوتيك جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف تمام وانيروبس قلنا وايه واتيبيكال اوكي. طب الجرام بوزيتيف بقى اكوردنج تو ذا ريزيستنس بتتقسم ازاي؟ بص يا باشا في عندي الجرام بوزيتيف الطيبين اللي هم كل الجرام بوزيتيف العاديين خلاص تمام. الستريبت فيريدنس بقى وستريبت كوكس مش عارف بتاع ده جروب A وجروب B والكلام اللطيف ده تمام. بعد كده في بدا يطلع حاجه اسمها ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريوس بدات تعمل بيتا لاكتام بتاع ده بيتا لاكتاميز تكسر البيتا لاكتام رينج بتاع البنسلين واخواته البنسلين والامبسلين والاموكسلين واخواته تمام. فبداوا يخترعوا حاجه تقاوم الايه البيتا لاكتاميز فبقى في جروب اسمه ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريوس تمام. من الميثيسيلين سنسيتيف ده الموضوع ساق شويه طلع لنا حاجه اسوء من كده طلع حاجه اسمها ام ار اس اي مرسى تمام اللي هو ميثيسيلين ريزيستنت يبقى دي ريزيستنت يبقى مش هينفع خالص للجروب بتاع الناس اللي عندهم بيتا لاكتام رينج ده خالص. اخترع لنا حاجه ثانيه فاخترعوا حاجه اسمها فانكومايسين. لما اخترعوا الفانكومايسين برضو البكتيريا تسكت ما سكتتش فطلعت حاجه اسمها في ار اس اي تمام اللي هي فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس تمام. يعني هي الاول كانت طيبه خالص وبعدين بدات تبقى شريره الاول الشر ده اخترعنا له ميثيسيلين فبقى عندنا ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس تمام. بعد كده الانتيبيوتيك بتاع ده البكتيريا كانت بتاع ده اشر كمان فبقت بتاع ده ريزيستنت للميثيسيلين فبقت ام ار اس اي بعد فاخترعنا له الفانكومايسين فبقت فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريس تمام. عندنا نوعين تانيين جوه الجرام بوزيتيف وبرده ريزيستنت بس في اتجاه اخر مش تبع الستاف اوريس. في عندنا حاجه اسمها في ار اي او فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكال وفي عندنا حاجه اسمها بي ار بي او نيوموكوكال ريزيستنت نيوموكوكال بنسلين ريزيستنت نيوموكوكال تمام. بصوا ما تتعقدوش الكلام ده هيجي بالتفاصيل كمان شويه لو سمحتوا ما تقلقوش خالص وما تحسوش ان ايه تقولوا لا ايه ده انا فصلت لا مش مركز ولا يهمك تمام.
الكلام ده هيجي وهنحفظه مع بعض صم وهنبقى فاهمينه تماما. هي الفكره كلها كان جرام بوزيتيف طيبين دخل عليهم ميسيسيلين بقى يعني بقوا ريزيستنت, فجبنا لهم اخترعنا لهم ميسيسيلين ففي ميسيسيلين سنس, بعد كده بقى ريزيستنت اخترعنا لهم فانكومايسين فبقت ريزيستنت للفانكومايسين, بقى عندنا حاجه من اثنين وعندنا بقى في حاجه من اثنين تانيين, يا اما في ار اي فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي وفي حاجه اسمها بنسلين ريزيستنت نيموكوكاي. ده كله الجرام بوزيتيف. طب الجرام نيجاتيف برضو نفس الفكره, اخترعنا في الاول, هو الاول اللي اكتشفناه الجرام نيجاتيف الطيبين اللي هم بقى البروتياس والحاجات اللطيفه دي والسراشيا واللي هم سنسيتيف للبني ادمين كله. بعد كده هو بقى في حاجه اسمها امب سي, ده نوع من انواع الريزيستنس, تمام, اسمها امب سي, نوع من انواع الريزيستنس بيحصل تغير في الريبوز البروتين اللي في الريبوزوم بتاع البكتيريا, فيقوم الانتيبيوتيك ما يعرفش يشتغل على البكتيريا, تمام. بعد كده هيطلع حاجه اسمها اي اس بي ال او اكستند سبيكترم بيتا لاكتاميز, يعني من الاخر كده الانتيبيوتكس دي مش هتبقى ريزيستنت للبيتا لاكتام. هو ايه البيتا لاكتام اللي بيشتغل على الجرام نيجاتيف؟ اللي هم من الاخر الكيفالوسبورن والمير مش ميرنم, اللي هم الشله بتاعت الميرنم يعني, تمام. حلو, طب بعد شويه بقت ريزيستنت كمان للميرو, اهلا وسهلا, وللشله بتاعت الاميكين والكلام ده, فبقت ام دي ار مالتي دراج ريزيستنت. مالتي دراج ريزيستنت يعني ريزيستنت الثلاثه, ده ام دي ار ده بتتكتب على الجرام نيجاتيف بس, مش حاجه اسمها ام دي ار جرام بوزيتيف. ام دي ار دي يعني ريزيستنت لثلاثه جروبس اوف انتي جرام نيجاتيف بكتيريا. طب لو اربعه جروبس هتبقى اكس دي ار اللي هو اكستندد دراج ريزيستنت. طيب لو للخمسه جروب هم كلهم خمسه, تمام, لو للخمسه جروب هتبقى بي دي ار بان دراج ريزيستنت, تمام. طيب ببساطه شديده اللي فاتوا حاجه او مش مركز فيها 100% ما تقلقش, انا هجيبها لك بس من الناحيه الثانيه بقى بطريقه اسهل كتير, تمام. لحظه واحده, المفروض يطلع, تمام, هجيبها لك بطريقه اسهل كتير ان شاء الله يعني. لحظه ده المربع بتاعنا الاول, تمام. طب بصوا بقى, انا جبتها لكم بطريقه لطيفه جدا, تمام. بصوا يا جماعه, احنا هنعمل الكلام ده بس في شكل الباي تشارت اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه, تمام. دول الجرام بص بالطيبين, بعد كده الموضوع غمق شويه بقى ام اس اس اي, بقى الموضوع غمق اكتر بقى ام ار اس اي, بقى الموضوع اغمق واغمق بقى فيرسا او في ار اي, تمام. النيوموكوكال ده جرام بوزيتيف اللي هو ستريبت نومونيد, ده جرام بوزيتيف بس هي دي جرام بوزيتيف, دي جرام بوزيتيف معينه, تمام, يعني قصدي النيوموكوكال دايما لها تعامل معين, تمام, ما ينفعش انت تحطها في وسط الناس كده, هي لها شخصيتها المستقله. ليه؟ لان ببساطه شديده هي في انتيبيوتكس معينه هتشتغل عليها, تمام. ودول الانيروبس على بعض, تمام, جرام نيجاتيف بنفس الطريقه, دول الجرام نيجاتيف طيبين, اي اس بي ال اسوء شويه, ام دي ار اسوء شويه, وسودوموناس برضو هي لها شخصيتها المستقله, ما تحبش تحدي لها انتيبيوتكس معينه بيشتغلوا عليها, واخيرا الاتيبيكال. كده ببساطه شديده الباي تشارت اللي حضراتكم شايفينها معايا دي هي دي اللي هتفضل معانا لغايه اخر الورك شوب, تمام, دي ان شاء الله مكمله معانا لغايه اخر ثلاث محاضرات مثلا او اربع محاضرات وتفر احنا هتخلص على كام مره, تمام. الفكره كلها هتخلص بالطريقه دي, تمام, بان احنا هنمسك كل انتيبيوتيك وهنشوف بيشتغل على ايه, ولما يشتغل على سين من الناس, تمام, حاجه معينه ببساطه شديده هنظللها بالاسود. يعني معلش دكتور احمد, هو حضرتك قلت المالتي دراج ريزيستنت اللي هو 3 انتي جرام نيجاتيف, امال الاكس مكتوب اكس كده دي ار اختصار ايه؟ أربعة انتي جرام نيجاتيف, والبي دي ار كل خمسة جروبس, مش خمس انواع, خمس جروبس مش خمس انواع. وهنيجي الكلام ده بالتفصيل يا جماعه, هنيجي للكلام ده بالتفصيل يا شباب, تمام. طيب خمسة جنيه وكل خميس وجمعه هيبقوا في رمضان يا شباب, ولو يا شباب, تمام. طيب نكمل بقى يا جماعه. طيب دي الديفرنت كلاسز اوف انتيبيوتيك وهنتكلم عنها بالتفاصيل, تمام. انا بس كنت عايز اوريكم ان الديسكفري بتاع الانتيبيوتيك كان سنه 28 ما قبل 30, طبعا انتوا عارفين البنسلين والكسندر فليمنج والكلام الحمضان ده, تمام.
انتوا شايفين ان ماشيين 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 لغايه يمكن اخر حاجه او مش هو في لسه حاجات بعدها يعني الكوليستين مش مكتوب هنا. بالمناسبه الكوليستين وعش بمناسبه الكوليستين والكلام ده الكوليستين ده اولد انتيبيوتيك كان مخترع اساسا راوند الخمسينات وبعدين هو بس رجعوا يستخدموه تاني اليومين دول تمام. لكن من اواخر الحاجات كانت اراوند سنه 2000 او مثلا اواخر التسعينات اللي هو الدبتومايسين لسه ما نزلش مصر لغايه دلوقتي ويا رب ما ينزلوه تمام. في حاجه في حاجه يا شباب في حاجه الشات طيب ده بتاع ده يا جماعه الناس تقفل الكاميرات والمايكات تيك كير بتنزله من تحت كده بتشوفوا تحت وتعملوا ستارت فيديو ده تقفلوه وعلى الميكروفون تدوسوا ميوت اوكي طيب نكمل. المهم زي ما انتم شايفين اللي هو زي ما انتم عارفين طبعا دايما البوست اللي بيتكتب دايما ان هو ما عادش فيه اختراع لانتيبيوتكس جديده هو ده دي حقيقه الانتيبيوتكس الجديده قلت تماما 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 تقريبا ما عادوش بيخترعوا فيه هو فيه بس الجديد كله عباره عن كومباينيشن ما بين انتيبيوتكس قديمه مع مثلا مع حاجه بيتا لاكتام رينج مع بتاع لكن ما فيش حاجه يعني لسه ظاهره حتى الان قوي حتى الان تمام. دي الجروبس بتاعت الانتيبيوتكس هناخدها بالتفاصيل الشديد تفاصيل شديده انا بس عجبتني الصوره على بتبقى بمقدار الزمن يعني تمام. دول الانتيبيوتكس بقى بتوعنا الكلاسز بتاعتنا هناخدهم واحده واحده تمام. اولهم البنسلينز تمام البنسلين واخواته. تاني واحده الكيفلسبورين. تالت واحده الامينوجلوكوسايد. اربعه كاربابينم الماكروليدز كينولونز الجلايكوبيبتايدز الكوليستينوتيجاسايكلين واخيرا اذرز زي بقى حاجات كتير زي الكوتريمكزول زي ال بتاع بتاع الانتي تي بي ده اسمه ايه راح من عبالي اسمه ايه عارفها بسين ايه الحاجة والحاجات دي تمام. طيب نبدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلش دي كانت متاخره شويه تمام. بصوا يا جماعه اللي بتاع ده دي انا ايم سوري دي جت مش بعدها قوي تمام. دي كانت المفروض تقل من شويه تمام. المود اوف اكشن بتاع الانتيبيوتيك بيشتغل على ثلاث حاجات مش احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها سيل وول ففي حاجه بتكسر السيل وول ده فتبوظ الاوزمولاليتي بتاع البكتيريا فتبوظ تمام جميل. في حاجات بتشتغل على الدي ان ايه مش كان عندنا دي ان ايه كان عندنا ار ان ايه ايوه والدي ان ايه ده كان عاوز فوليت اكيد الناس اللي كانت مذاكره بايو قريب او مذاكره امبورن ميتابوليزم عارفين كويس ان الفوليت ده مهم تماما ففي انتيبيوتكس بتشتغل انها تبوظ موضوع الدي ان ايه ده تمام. 2 رقم 3 في حاجه بتشتغل على الرايبوزوم بتاع البروتين سينثيسيس تمام. فهو دول التلت من الاخر كده دول التلت طرق اللي بيشتغل بيهم الانتيبيوتكس مفيش طرق اخرى عشان كده دايما في بيبقى دايما يقول لك سينرجيستك اكشن ما بين حاجه تبوظ السيل وول وحاجه من جوه تبوظ يا البروتين يا النيوكليك اسيد او اللي هو من الاخر كده الدي ان ايه تمام. يعني لما بتاخد سينرجيستك افكت واحد يشتغل على السيل وول احنا نشتغل من جوه. نبدا يلا بالبنسلين. البنسلين اللي نعرفهم اول حاجه الناتشرال بنسلين ده اول ما اخترعوه البنسلين جي اللي هو بيتاخد مش عارف 17 مره في اليوم ده تمام كل 4 ساعات تمام. السيمي سينثيتك يعني اكثر حداثه شويه زي مين زي الامبسلين اموكسلين الميسيسلين اهو وكلوكسسلين واخيرا بيبراسلين تمام. طب الميسيسلين والكلوكسسلين دول موجودين في مصر يمكن هم مش موجودين في مصر تمام. الكلوكسسلين ده اعتقد انه موجود بس الميسيسلين ده اكيد مش موجود تمام. اوكي ده سيمي سينثيتك بنسلين. اخيرا البيتا لاكتام انهيبيتورز كومباينيشن اللي هو من الاخر حط مش احنا ظهر لنا مشاكل ان في بيتا لاكتاميز فانا جبت مواد تكسر البيتا لاكتاميز اللي مزعلنا ده تمام. فبقى اسمها بيتا لاكتام انهيبيتور انتيبيوتكس تمام. اللي هم الانتيبيوتكس دول فيهم ماده البيتا لاكتام او فيها الرينج بتاع البيتا لاكتام حطيت معاهم حاجه تمنع تماما او انزيم يمنع تماما الاكشن بتاع البيتا لاكتاميز زي ايه زي الكلافيرينيك اسيد زي السالباكتام وزي التازوباكتام وافتكر انتوا عارفين طبعا الامثله بتاعتهم. كلافيرينيك اسيد طبعا على رأسهم حبيبنا حبيب الملايين الاوغمنتين الاموكسيلين كلافيرينيك. السلباكتام برضه حبيبنا حبيب الملايين امبسيلين سلباكتام وساعات في السيفوبرازوم سلباكتام اللي هو السلبرازون واخيرا التازوباكتام اللي هو الببراسيلين تازوباكتام اللي هم التازوسين تمام. طيب
نبدا بالبنسلين جي اهو نفس بقى خلاص احنا قدمنا بقى وعرفنا تمام. هيحط بقى كل مره الباي تشارت دي والاكشن بتاع الانتيبيوتيك اللي هو السبيكترم بتاعه هو هسوده بالاسود بدل اللون الاصلي اللي كان ازرق او احمر واتيفر بقى هو ايه تمام. البنسلين جي ده اول ما اخترعوه هو اشتغل على الجرام بوزيتيف الطيبين خالص من غير اي نوع من انواع الريزيستنس. لو تلاحظوا من منظره كده مشكلته الرئيسيه ايه؟ مشكلته الرئيسيه ان هو نارو سبيكترم، يعني مش اجينست جرام بوزيتيف وان جرام نيجاتيف، لا ده انتي جرام بوزيتيف اونلي تمام. زي ما انتم شايفين كده جرام بوزيتيف من غير اي ريزيستنس تمام. طب هو كان بينفع؟ بينفع، وكان بيستخدم طبعا بشكل شديد تمام. هو بالمناسبه هو ملوش اي جرام نيجاتيف اكتيفيتي، لا له انتي جرام نيجاتيف اكتيفيتي ده اكيد تمام، بدليل ان هو اشتغل في الاول انتي كوليرا، يعني هما يعني ادوه في كل حاجه تمام. هو طبعا الكوليرا بعد كده الكلورام في الكل والكلام ده، لكن هما ادوه في كل حاجه تمام ونفع تمام، له بعض الجرام نيجاتيف اكتيفيتي تمام. طيب لكن هو طبعا مينلي هو انتي جرام بوزيتيف، بيشتغل على البكتيريا سيل وول، ومشكلته الرئيسيه اللي هو فيري نارو سبيكترم وله بيعمل هايبر سنسيتيفيتي تمام. اوكي رقم 2 السيمي سينثيتك تمام. مشكلته الرئيسيه حكايه ان هو ناتشرال ده، فده مخليه مش بس نارو سبيكترم، وكمان كان مخلي الهاف لايف بتاعه صغير جدا، فكنا بنضطر نديه كل 4 ساعات، وده شيء مرهق جدا. انت مش معقول تدي حقن وما تاخدش غير حقن تمام، فده شيء يعني مزعج جدا، تدي حقن للعيان كل 4 ساعات ده شيء مزعج جدا تمام. فبدا يخترعوا حاجه سيمي سينثيتك اللي هم الحاجات الامبسيلين، من الاخر كده الامبسيلين والاموكسيسيلين ومعاه البيبراسيل، بس هو الامبسيلين والاموكسيسيلين اساسا الهدف من الموضوع حاجتين، اولا يتاخد اورال، ثانيا يكبر شويه 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 السبيكترم بتاعه. فلو ملاحظين بقى انتي جرام بوزيتيف وانتي جرام نيجاتيف وانتي نيموكوكال، انتي جرام بوزيتيف وانتي جرام نيجاتيف وانتي نيموكوكال. خلي بالك يا جماعه، انا عايز بس اقول لكم حاجه، الطريقه اللي انا عاملها دي هي الطريقه زي ما هي واضحه، يعني انها طريقه الى حد ما طريقه شرح مبسطه، لكن هي مش علميه 100%. بمعنى ان هو الامبسيلين او الاموكسيسيلين انتي نيموكوكال، ولكن في جزء كبير من نيموكوكال بيبقى ريزيستنت للبنسلين واخواته، يعني والاموكسيلين وكان تمام. بمعنى ان انت عيان عندك، لو عندك نيموكوكال انفكشن، اوكي يو كان يوز اموكسيلين بس ات از نوت ذا بيست. لو العيان كريتيكال، لا طبعا ما تغامرش انك تدي عيان وانت عارف ان عنده نيموكوكال انفكشن ان انت تديله امبسيلين تمام. بيشتغل طبعا بكتيريا سيل وول، ومستو ان السبيكترم بتاعه اوسع، هو ستيل نارو بس سبيكترم اوسع تمام. وطبعا انتوا عارفين احسن مني ان الاموكسيلين بيعمل دايريا، وان هو بيتاخد اورال، وطبعا ممكن يتاخد في منه بيتاخد اي في 4 تمام. الكومباينيشن الموضوع احسن شويه، كومباينيشن من البيتا لاكتام انهيبيتورز، الموضوع بقى احسن شويه انه خد معاه الام اس اس اي الميسيلين سنسيتيف ستاف اوريس. ببساطه شديده شاف البيتا لاكتاميز اللي موجود ده وكسره تمام. في حد عايز يسال حاجه؟ وكسره تمام. فده برضو بيشتغل بكتيريا سيل وول، وكان طبعا مشاكله ان هو بيعمل هايبر سنسيتيف زي عادي تمام. طيب انا حاسس ان انا اتكلمت كتير، انا ممكن اهدى كده لمده 2-3 لو حابب في اي اسئله انا حابب اسمعها، مفيش مشكله خالص. انا وسهلا. ايه تمام، يعني ما فيش اي مشكلة. اللي عاوز يقول حاجة يا شباب. قول يا مصطفى. انا مستمعك يا مصطفى. انا مستمعك. حضرتك سامعني كده؟ تمام. قول يا مصطفى. تمام. حضرتك بتقول ان كل كلاس من الانتيبيوتيك بتشتغل على تارجت معين. مش فاهمك. لا يعني ايه بتشتغل على تارجت معين؟ بتشتغل على يعني على
طريقه معينه اه يعني اه يس اه يعني في حاجه بتشتغل على السيل وول وحاجه على الريبوزوم. بالظبط بالظبط تمام. طيب ككومبينيشن احنا ما وصلنا بنستخدم يعني حاجه من الاموكسيسيلين او يوناسين كمثال يعني مع الكيفالوس بورين الجيل الثالث. اه كان في حد قال انت بتشتغل بصنفين مختلفين بس على نفس التارجت، وقال ان ممكن تبقى دي كومبينيشن غلط ولا ايه؟ وممكن يكون مش وقت اجابه السؤال دلوقتي انا عارف. بص بص يا مصطفى، هيجي بالتفاصيل الحته دي، بس اللي قال كده عنده حق، هتيجي بالتفاصيل الحته دي بس اللي قال كده، وهنتكلم عن الكومباينيشن بتاع الانتي بايوتيك هستخدمها ليه وازاي. تمام آه طيب اوكي. التركيز البنسلين نبل وحدات مش بالمية جرام، والله ما اعرف، لو اعرف هقول لك. تمام خلي بالكم يا شباب، انا كلينيشن زي زيكم. تمام هي بس ايه، قريت شويه في الانتي بايوتيكس لكن انا في الاخر كلينيشن، لان دي هتبقى عايزه رد من مايكروبيولوجي. تمام طيب نكمل تمام. بعد كده البيبراسيلين تازوباكتام انا كاتبه لوحده لسبب واحد بس، تمام؟ ان انا اقول لكم لو سمحتوا يا جماعه التازوسين اللي هو البيبراسيلين تازوباكتام ده، تمام؟ لو سمحتوا يا جماعه ده اموكسيسيلين بس ببيونا، يعني هو نفسه الاموكسيسيلين بس زود عليه انه بيشتغل على السودوموناس، واقول لكم مفاجاه بيشتغل على السودوموناس الطيبين. يعني ايه الطيبين؟ يعني النون ريزيستنت سودوموناس. لكن يا حبيبي حضنتك اللي في الحكومه ولا حتى في مكان برايفت مش نظيف بتاع ده وفيها ام دي ار وتحط لي تازوسين، لا يا حبيبي اتكل على الله، تازوسين ده اقل كتير جدا من الميرنم. احنا هنجيب الميرنم كمان شويه يا شباب. انا عارف كويس اللي بيحصل في اماكن كتير، ان احنا بعد ما ندخل فانكو ميرنم نروح نازلين بعدها تقول لك ايه، بعد كده اسكاليت او نعلى ونحط التازوسين تازوسين سيبرو. الكلام ده طبعا ما انزل الله به من سلطان. انا عارف ان انا هتشتم بعد المحاضره دي بس ما يجراش، تمام؟ دي حقيقه، انا كان نفسي اساعدك، تمام؟ يعني لا دي حقيقه. استنى هطلع لكم عشان اتخانق براحتي يا جماعه، ما فيهاش هزار. البتاع ده البيبراسيلين تازوباكتام ده هو عباره عن اموكسيسيلين كلافيونيك بس بيبيون. البيبيون بس هي السودومونس بس، مش اكتر من كده، ما بيتاخدش معاه حاجه تانية. ارجو يا جماعه الناس تركز في الحته دي يا جماعه، التازوسين ده هفا، تمام؟ هو بس برود سبيكترم انتي بايوتيك، ان هو بيغطي شويه جرام بوست، بيغطي شويه جرام نيجاتيف، بيغطي شويه جرام بوستيف وبيغطي شويه جرام نيجاتيف، ولكن كلهم نون ريزيستنت. يعني سواء جرام بوستيف انا ما دخلتش لسه لا في ميرسا ولا في فيرسا ولا الكلام ده، او جرام نيجاتيف ما دخلتش في ام دي ار ولا الكلام ده، فما يبقاش انت الحضانه بتاعتك فيها بلاوي ولا الرعايه فيها بلاوي وتيجي تقول لي انا هحط يا جماعه. ما ينفعش لو سمحت، ايوه يا جماعه ما ينفعش ان انا بطفي البتاع ده، لو سمحت ما تفتحوش تاني. ما ينفعش انت الحضانه بتاعتك فيها بلاوي وتيجي تقول لي لا اصلا. ايوه والله ما تركتش بضرب عليه، اهو واحد ضربني في الكار، يلا شوت بالظبط. ايوه الحمد لله. نيكست تايم يا جماعه لو سمحتوا اللي هيفتح المايك بدون لازمه انا ريموف، انا اسف جدا. طيب ابتدى ما ينفعش ان انت تبقى انت حضنتك فيها مشاكل وبلاوي كتيره وبعدين تقول لي لا انا ابتدى انا هحط تازوسين ده حاجه بسيطه جدا ممكن تبدا بيها مش تنهي بيها، تمام؟ اسمع يا ماما، عمر عايز اروح الحضانه. اوكي انا اسف جدا يا جماعه. طيب بتاع ده شيء غير منطقي، تمام؟ غير منطقي تماما ان انت تتعامل مع تازوسين ان هو حاجه كبيره، لا هو عباره عن انتبه انتي بايوتيك عادي تماما. ولكن يا جماعه ايه، طيب هو انتي بايوتيك عادي تماما، ولكن هو شويه في ايه يعني بيشتغل على الانتي سيدومون، تمام؟ طبعا هو مشكلته الرئيسيه، لا تنسوا ان هو مشكلته الرئيسيه ان هو هايبر سنسيفيتي زي اخواته، لانه بنسلم في الاخر وهايبر ناتريميا، وعلى فكره بيعمل كمان ثرومبوسايتوبينيا من الحاجات المشهوره من الكومبليكيشن بتاعته، تمام؟ طيب
احنا كده خلصنا البنسلين. حد عنده اي سؤال؟ حد عايز يقول اي حاجه في البنسلينز؟ عشان البنسلين من الحاجات اللطيفه، لسه هنبدا في الحاجات اللي مش لطيفه. نكمل. كنت عايز بس اضيف ان التازوسن احنا مش بنستعمله في الحضانه، لانه هو في بيتحل على الكحول، والكحول بيعمل بيعدي طبعا، يعني بيعمل مشاكل بالنسبه للنيونات. فاحنا في الحضانه مش بنستعمل التازوسن كومباينيشن نفسه، مش بنستعمله في الحضانه. وده الكلام كان في الاصل، في محضن الاصل العين. تمام تمام تمام. هو انا مش هكدب عليك، انا مش متاكد من المعلومه دي، لكن اوكي حضرتك اوكي تمام. ايه تاني لو سمحت دكتور احمد؟ عايزين نتاكد من حته بيتحل في كحول، دي جديده. انا بقول لك انا مش متاكد من السورس، لكن انا يعني لو معلومه، انا للاسف المعلومه مش عندي، فهتاكد منها واكتبها او كده. لكن هي الفكره كلها ان التازوسن يعني ايه، ان احنا كنا في اماكن في يعني انا مش هكدب عليك، وانا بقى لي زمان قوي سايب الحضانات يعني، بس اما كنت نايب بشتغل وكان معايا ستاف من قصر العيني تمام، فاست في برايفت، لان ما اشتغلتش في القصر العيني في النيونيتس. انا اشتغلت اي سي يو في القصر العيني في البرايفت، كانوا بيدوا التازوسن تمام. بس الفكره لازم نحط التازوسن، يعني انا بنتقد التازوسن في السبيكترم بتاعه، وليس في انا بامانه ما اعرفش حكايه الكحول دي، لان لو هي في الكول ما هو ازاي هتاخد وريد وهو الكول يعني. لا يا دكتور احمد، دكتور احمد بعد اذنك. الو، هو أيوة. مش بتحل في كحول، هو بيبقى على الكحول بيز، يعني بقى على الكحول بيز، انما مش بيتحل في كحول. هيتحل في كحول هو هيتعطى ازاي؟ طيب لا هو مش بيتحل في كحول، هو الكومباينيشن نفسه جاي على الكحول بيز، زي ما الدكتور قال كده بالظبط. تمام تمام تمام. طيب يعني برضو نيتشر طبعا ويعني لكم يعني يمكن، بس انا دكتور احمد الشيب يذكر كان في بريباريشن من الاميكاسين كان محطوط عليه الكحول برضو، ما اعرفش كان اسمه ايه كده، فقالوا ممكن الالكول يعمل حاجه اسمها جاسبينج سندروم. ده في النيونيت يعني. هو عامه لو الموضوع دخل في ان هو ابتدى توكسيستي من افعال الكول، ده حتى ده سؤال جالنا او جه للسنه اللي قبلي تمام، في الدكتوراه، وكان هو بيعمل طبعا سيفير ميتابوليك اسيدوزس، وكان العيان هيموت من جاسبينج من ميتابوليك اسيدوزس اكيد، وابتدى هو يعني هاي انين جاب ميتابوليك اسيدوزس، طبعا دي كارثه. طيب طبعا نريتشك وارد عليك في النقطه دي، لان انا بصراحه المعلومه دي مش عندي. طيب نكمل الكيفلسبور تمام. الكيفلسبور عندنا انتوا عارفين طبعا الكيفلسبور اكتر مني تمام، الفيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، وفورث جينيريشن. الفيرست جينيريشن كيفلسبور، ومش هنقعد بقى نقول الاسماء، انا عاوز بس يعني ايه اقول لكم كلمتين في الكيفلسبور دول، واقفين في زوري من الاخر كده تمام، واستحملوني انا اخوكم كبير يعني تمام. الفيرست والسكند جينيريشن كيفلسبورون دول بخ خالص يعني تمام، يعني استخداماتهم بقت فيري 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 مينيمال تماما. يمكن الفيرست جينيريشن كيفلسبورون السيفازولين بس اللي بيستخدم حتى الان. السيفازولين ده بيستخدم في كسنجل دوز بري اوبرتيف، مش بري اوبرتيف، للعمليات اللي انت سسبكتنج ان يبقى فيها انفكشن، زي مثلا الجينيتورينري، واسف الجي اي تي والجينيتورينري، المنطقه اللي فيها انت متخيل انت هتفتح تلاقي انفكشن يعني تمام. لكن مثلا حتى حالات العظم النظيفه من غير مش تروما، حالات العظم، حالات الرمط، حالات النيورو، لا ما بيدوش ابتدى بري اوبرتيف انتيبيوتكس خالص تمام. فبالتالي السيفازولين ده ما فيش منه غرحان، وبيتاخد في العمليات وسنجل دوز بري اوبرتيف. فبالتالي احنا كاطفال احنا ما بنشوفوش، هم اكتر اللي بيشوفوه بتوع التخدير، مش احنا تمام. طب بقيه الحاجات، الكيفلكسين وابتدى السيفتروكسيل اللي هم الديوراساف بقى والفيلوساف والكلام ده تمام. بصوا هم بيشتغل انتي جرام بوزيتيف انتي جرام نيجاتيف، بس هم السبيكترم بتاعهم هو نفسه السبيكترم بتاع البنسلينز. مشاكلهم الرئيسيه سواء البوست الفيرست او السكند جينيريشن ان معاهم سودو ممبرانس كولايتس بقوه تمام. يعني السودو ممبرانس كولايتس ده بيجي في حالات كتير جدا من حالات استخدام الفيرست والسكند جينيريشن كيفلسبورن، وفي نفس الوقت هم مش متميزين باي شيء تمام. يعني مفيش شيء تروح لهم تقول لهم والله ده انتوا عندكم حاجه مش موجوده عند التانيين فانا محتاجكم تمام.
ما بيشتغلوش على حاجه مثلا الكومباينيشن مع حاجه تانية كويسه، فانا مش يعني مش مكتوب عليهم اي كلام محترم في اي حته. تمام. الثيرد جنريشن كفلس بون، اه طبعا طبعا، سواء الاورال او البرنترال، وهناخدهم بالتفاصيل التفاصيل دلوقتي. اخيرا 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 الفورث جنريشن كفلس بون، وفي فيفث على فكره جنريشن كفلس بون بس موجود في مصر، مش موجود في مصر لسه، بس اللي موجود في مصر اللي هو الفورث جنريشن كفلس بون اللي هو الاكس بيم او السي في بيم. تمام. ده 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 مهم جدا 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 جدا. ولو سمحتوا لو انا قليت من التزوسن شويه، وزمايلنا اللي كانوا بيحبوا التزوسن زعلوا مني عشان انا قليت من التزوسن، لا انا بقى هصالحهم في الماكسيبيم. الماكسيبيم له كل الاحترام، اللي هو السي في بيم اللي هو الفورث جينيشن كيفلس بورن. تعالوا يلا نتكلم على واحد واحد. تمام. الفيرست جينيشن كيفلس بورن اهو، تمام، بيشتغل اجينست جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف نيموكوكاي. ده يفكرنا بايه؟ ولا حاجه، هيفكرنا بالامبسيلين والامكسيلين اللي هم السيمي سينثيتك بنسيلينز، اللي هم الامبسيلين والامكسيلين. الاثنين بيشتغلوا على نفس البتاع. طب احنا ليه بنستخدم اللي هناك وما بنستخدمش دول؟ زي ما اتفقنا سودو ممبرس كولايتس عاليه جدا هنا، في حاجه اسمها انتيبيوتيك فيفر برضو موجوده، في فرصتها عاليه جدا هنا، فبالتالي لا ابتدى انا بستخدم هناك اكتر. تمام. يعني لو حاله في المنطقه دي انا بستخدم اللي هناك اكتر من اللي هنا. حلو. يبقى الفيرست جينيشن يبقى الفيلوسيف ولا الكلام ده ولا الديروسيف. يا جماعه ما حدش يكتب ديروسيف بليز، مش مكتوب في حته. تمام. حتى انا عارف ان ممكن حد يجيب لي جايد لاينز انها كان مكتوب فيها ان احنا ممكن نستخدم الحاجات دي. تمام. بس يا جماعه ده الثيرد لاين والفورث لاين، مش الفيرست لاين. الفيرست لاين لسه الاموكسيلين. طب لو في هايبر سنسيتيفيتي او الرجي من البنسلينز هنعمل ايه؟ ولا حاجه، روح بقى شله الزيستروماكس والاريثروميسين والكلام. تمام. الماكروليد. لكن ما تجيش تمام هنا، مش مكان غير مناسب للبتاع ده. مش عاوز من فيرست جينيشن غير السيفازولين، ده الحاجه الوحيده اللي ممكن استخدمها. تمام. السكند جينيشن برضو شغال تقريبا على نفس الكلام، بس معاه يعني بريفليج شويه ناحيه الجرام بوزيتيف. تمام. يعني الام اس اس اي ممكن، مش لازم. تمام. يبقوا بتاعها شغالين عليها. تمام. زي السيفروكسيم ده اللي هو برضو مش موجود في مصر، كان زمان في حاجه اسمها زينات. تمام. ماشي اوكي ماشي تمام. طيب هل ده حاجه يعني بيستخدموها؟ لا مش قوي. تمام. طيب الثيرد جينيشن كفلس بورن بقى، الكلام هنتكلم حلوه. تمام. الاورال ثيرد جينيشن كفلس بورن. تمام. لا ده بقى اجينست جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف والنيموكوكال. طبعا ده شبه السكند بس ده مور بوتنت. خلي بالكم تاني انا لما بقول يا جماعه، انا بقول ان هو بلونها بالاسود، ده مش معناها ان هما الاثنين زي بعض. فممكن واحد اسود قوي يعني من الاخر واحد مور سنسيتيف اكتر من الثاني. تمام. لا بس الاورال ثيرد جينيشن كفلس بورن مور برود، بيشتغلوا على حالات الاوتيتس ميديا كويس جدا جدا، بيشتغلوا حالات عامه الابر سبايروزكس انفكشن كويس جدا جدا، واليو تي اي. تمام. مين الكبير بتاعهم؟ اللي هم السيفدنير، زي ما زمان كانوا في حاجه اسمها سيفدن وانتهت وراحت لحالها، موجود دلوقتي حاجه اسمها اومني سيف. طبعا المفروض ما اقولش الاسماء التجاريه يعني، بس يعني احنا اصحابه مع بعض وكده. تمام. فاللي هو السيفدنير ساعه ما يبقى عيان انت مش عاوز تديله الاموكسيلين، ممكن تستخدم هنا. خلي بالكوا ده شبه الاموكسيلين كلافيرينك، يعني بدل الشله بتاعه الاوجمنت الاوميجا موكس والكلام ده، انا ممكن استخدم السيفدنير وبيدي نتائج كويسه جدا. وده اورال ثيرد جينيشن كروفس بورن، ومكتوب ايفن في الراينوساينوسايتس في الجايد لاينز بتاعه الامريكان بتاعت الفاميلي فيزيشن، امريكان اكاديمي او امريكان مش عارف ايه، كونسنسس اوف فاميلي فيزيشنز. تمام. كاتبين ان الفيرست لاين بالنسبه لك الاموكسيلين كافيرينك، السكند لاين از سيفدنير. تمام. يبقى لو الاولاني ما ينفعش، على السكند لاين عندي اللي هو اورال ثيرد جينيشن كفرز بورون اللي هو السيفدن. تمام. البرنترال بقى ناخدهم واحده واحده بقى كده. اولهم السيفوتاكس. في ناس كتير قوي بيتعاملوا مع السيفوتاكس نفس تعاملهم مع الماكسيبيم. يعني يقول لك ما تدي يا عم سيفوتاكس ولا سيفتراكزون ولا ماكسيبيم. بصوا يا جماعه، في فرق السمم العمى ما بين السيفوتاكسين اللي هو السيفوتاكس او كلافرون والحاجات التانية اللي انا قلتها وهتيجي كمان شويه، سواء السيفتراكزون او السيفابين. تمام.
السيفوتاكسين ده مجرد ان هو انتي جرام بوزيتيف الطيبين وجرام نيجاتيف الطيبين، عبيط خالص خالص خالص. تمام، لازم نعرف ان هو فيري نارو سبيكت او لا مش فيري، هو نارو سبيكتروم، مش مفيش اي نوع من انواع الريزيستنس مش هينفع ضده. فبالتالي ما تديهوليش بقى في عيان لقط انفكشن من المستشفى خلاص كل سنه طيب. الانفكشن المستشفى دي غالبا ابتدى ريزيستنت او عندها فيها مالتي دراج ريزيستنت، ما تقوليش لا اصل احنا لا اصل احنا هنعمل اللهم صل على سيدنا محمد انا هدي سيفوتاكس عشان خاطر هو كان. لا، ينفع في الكوميونتي اكوايرد انفكشن للحاجات اللي انت كنت هتدي لها اموكسيسيلين بس، اموكسيسيلين مش اكسيلين كلافيرينك، اموكسيسيلين اللي عايز تمام، بس مش قادره تاخد حاجه اورال زي عيان مثلا عنده مثلا سيفير تونسيلايتس في اول يوم او اتنين، ينفع ان انت تبدا بالسيفوتاكسيم. بس طبعا مش هكذب عليكم يعني مش من الحاجات المفضله قوي قوي. تمام، اللي بعده السيفتراكزون. طيب السيفتراكزون انا عندي انا ليا راي كده يا جماعه في السيفتراكزون، راي شرير شويه تمام، انا او مش شرير قصدي، بالعكس راي لطيف جدا تمام. انا رايي ان احنا السيفتراكزون انا ليا راي فيه ان انتوا المفروض ان كلنا نقوم نقف تمام احتراما للسيفتراكزون. ليه بقى؟ في كان في تبع التيشيرت كده منتشر بوست على الفيسبوك، سيفتراكزون از نوت ا تريتمنت اوف فيفر. هم عندهم حق، سيفتراكزون از نوت ا تريتمنت اوف فيفر، بس يعني يؤسفني اقول لكم ان هو للاسف تمام هو تريتمنت لمعظم الحاجات اللي هتجي لك بفيفر بشرط انها بكتيريال انفكشن في العياده للاسف يعني تمام. واقول لكم حاجه ثانيه، ومش في العياده وفي المستشفى النون كريتيكال للاسف. السيفترا مش للاسف والحمد لله يعني تمام، السيفتراكزون في مزايا كتير جدا 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 الى حد كبير ذا دراج اوف تشويس تقريبا في كل حاجه تمام، تقريبا في معظم البيدياتريك انفكشنز هتلاقي السيفتراكزون واخد الفيرست تشويس. طيب تعالوا يلا نلعب اللعبه تمام، انتي جرام بوزيتيف، انتي جرام نيجاتيف، انتي نيموكوكاي. طب ما هو يا عم هو ده، انت منرفزنا ليه؟ ده شبه الاموكسيسيلين، ده حتى الام اس اس اي مش شغال عليها تمام. لا بصوا يا جماعه، تاني 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 الدايره او الباي تشارت اللي انا عاملها دي مش اتس نوت ذات سنسيتيف، يعني انا قصدي ارجوكم ما تتفاعلوش معاها على انها هي دي يعني الاموكسيسيلين هيشتغل زي السيفتراكزون. لا يا حبيبي لا خالص تمام. في حاجه اسمها ان العيان ان بتاع ده الانتيبيوتيك ده مور بوتنت، في مور ابتدى مور بوتنت على الفيريلنت اورجانيزم، لو انت عندك بكتيريا اللود عالي هو يقدر عليه ويجيب اخره تمام. طيب ممكن كده مع بعض نتكلم كده مع بعض، السيفتراكزون از فيرست تشويس في ايه؟ ايه الفيرست تشويس؟ ايه الانفكشنز الفيرست تشويس فيها السيفتراكزون بالترتيب كده، واحد ناخدها حتى من فوق لتحت. واحد، هو كان مكتوب ان سنجل انجكشن كفايه في الاوتيتس ميديا ده بره يعني ميديا. واحد اوتيتس ميديا ماشي، ننزل تحت شويه. اثنين ساينوسايتس، تمام ساينوسايتس يعني هو مش فيرست تشويس بس مكتوب في ساينوسايتس يس تمام ماشي. اوكي ثلاثه من انجايتس تمام صح، من انجايتس بس انا اعدل بس من انجايتس المنينجايتس الكوميونتي اكوايرد تمام عشان بس دي نقطه مهمه تمام. اوكي النمونيا طبعا وبرده لور ريسبيرتوري تراكت كوميونتي اكوايرد تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ لور ريسبيرتوري ايوه يس نمونيا بالظبط بس كوميونتي اكوايرد لازم مهم قوي كلمه كوميونتي اكوايرد ما ينفعش مش فاب يعني تمام. طيب ايه تاني؟ تايفويد بالظبط تمام. طيب بكتيريا جاسترونترايتس ودخل معاكي حاجه والكوليسيستايتس يعني طب مش تايفويد بس، تايفويد والكوليسيستايتس تمام فيري جود تمام. ايه تاني؟ بكتيريا جاسترونترايتس يعني تمام ماشي ويو تي اي ويو تي اي يا راجل يعني جت على يو تي اي حبيبي ملايين تمام. ما هي يو تي اي غالبا ب 85% من اي بالظبط يو تي اي 85% يو تي اي بايه 85% من الاطفال بيو تي اي عندهم يبقى ايه الاورجانيزم جرام نيجاتيف هو الراجل بقى طيب وجميل وبيتاخد سنجل دوز يعني مره واحده في اليوم، ما عدا ممكن في المينينجايتس ممكن نديه دبل دوز وغالبا دبل دوز وندخله كل 12 ساعه ده غالبا هيبقى في المستشفى وبتاخد انجكشن عضله وبيتاخد اي في
وابتدى انت الفيرس تشويس في معظم البيدياتريك انفكشن، وتقول لي السيفتراكسون از نوت تريتمنت اوف فيفر. لا تريتمنت اوف فيفر بقى تمام، بشرط انها تبقى بكتيريال فيفر، ما تبقاش فايرال فيفر وانت مش لاقي لها سبب تحترق خبطه السيفتراكسون. فبالتالي لا السيفتراكسون از فيرس تشويس في حاجات كتير جدا، ابر سبيكتراكت انفكشن سواء طبعا على راسهم الاوتيس ميديا، اليو تي اي، المينينجايتس، الكاب او كوميونتي اكوير نمونيا، واخيرا التايفويد زي ما حضراتكم قلتوا. وبالظبط بالظبط انتوا قلتوا كلام كويس جدا 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 تمام. وبكتيريا برونكياكسس لا ده الحاجات المعقده بقى. انا بتكلم السمبل انفكشن يعني تمام. اوكي الرقم 2 في او رقم 3 في الثيرد جينيريشن البرينتر الثيرد جينيريشن كيف سبورن السيفتازيدين اللي هو الفورتم من الاخر اللي احنا بنقول عليه الفورتم. ايه الفورتم مميز بايه؟ كلمه واحده. فورتم مميز بايه؟ هي كلمه واحده، مميز بكلمه واحده. ايه رايكم؟ انتسودومونال. الفرق بين السيفتازيدين والسيفتراكسون السودومون. هل السيفتراكسون مش انتيسودومون؟ لا انتيسودومون تمام، بس فيري ويك انتيسودومون تمام. لكن السيفتازيديم او الفورتوم انتيسودومون قوي تمام. اه معلش انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، معلش انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا في ده في السيفتراكسون. السيفتراكسون انتي نيموكوكال انفكشن. فين راحت فين نيموكوكال اهي تمام، انتي نيموكوكال انفكشن تمام، ده مهم جدا تمام. عشان كده هو بيستخدم في النمونيا بقوه، عشان كده بيستخدم في النمونيا بقوه تمام. فدي نقطه مهمه جدا في السيفتراكسون، مش موجوده شبهها مثلا في الفورتم. فالفورتم ما حدش يدي الفورتم، انا مش عارف في ناس بتكتب الفورتم في حالات الابر سبيكتراكت انفكشن. خير يا اخوان خير، الف سلامه عليكم. ليه مالكم كده؟ مالكم يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده تمام؟ كلام عيب تمام. فبالتالي واضح ان السيفوتاكس عيب في الابر سبيكتراكت انفكشن، وواضح برضو ان الفورتم عيب تمام. الفورتم ادي امتى؟ ادي لو انا عاوز ادي حاجه انتي سيدومونال تمام. يعني من الاخر كده انا عيان ما كانش بتاع ده بس في مشاكل زي الانفلاكتيك شوك. بص يا جماعه انا بصراحه حكايه الانفلاكتيك شوك اللي بتحصل نتيجه السيفتراكسون دي، ان يبقى في حصلت يعني مش عارف حصلت حاله او اتنين في اماكن بعيده. طب يعني ما احنا وي ديدنت سي ذا انفلاكتيك شوك من بقيه الادويه، فمش عارف يعني بصراحه مش يعني اعتقد ان في مشكله في باتش او حاجه، لكن ما افتكرش انها مشكله في الدراج نفسه السيفتراكسون. مش عارف انا يمكن رايي ده برضو ده راي شخصي مش راي علمي تمام. ف يعني دايما الراي العلمي بتشبس بيه، لكن رايي الشخصي انا ممكن اغيره عادي تمام. فلو حد عنده حاجه تقول الكلام ده مكتوبه اوكي، لكن انا شايف انها باتشايه مش مظبوطه في ده في 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 ابتدى في شركه من الشركات وخلاص يعني تمام. طيب السيفتازيديم او الفورتم، انا بدي الفورتم بس في حالات الانتي لما بعوز انتي سيدومونال بس. ايوه طب انا عاوز امتى الانتي سيدومونال؟ انا عاوز الانتي سيدومونال بس في الحالات اللي بتبقى هوسبيتال اكوايرد انفكشن تمام. يعني راي حضرتك انه ما يتكتبش اوت بيشنت خالص الفورتم؟ بصراحه لا، بصراحة الفورتم لا تمام. الاوت بيشنت في الثيرد جينيريشن كفلس بولن هيبقى على راسهم السيفتراكسون، ممكن ادي السيفوتاكس ممكن، بس يعني اتس نوت ذا تشويس ذا دراج اوف تشويس تمام، اتس نوت ذا دراج اوف تشويس تمام. طيب زي ما انتم شايفين انتيسيدومون افكت هو ده العلامه الرئيسيه تمام. هو بس حد كان كاتب لي واي دونت يوز السيفوتاكسيم، عشان الدكتور احمد زكي ودكتوره دعاء انتوا بتسالوني على النقطه ان في السيفوتاكسيم سواء في الابر او اللور ريسبيرتوري تراكت انفيكشن. يس انا عارف ان الجايد لاينز مكتوب فيها ان السيفوتاكسيم فيرست لاين في الاثنين، بس سيفتراكسون اند سيفوتاكسيم تمام. بس انتوا شايفين اهو ان السيفتراكسون قافل الحته بتاعه الانسيدومون سودومون تمام. الانسيدومونس سوري اسف انتي اسف 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 انتي نيموكوك تمام. والانتي نيموكوكال في الذات في النمونيا، انت في النمونيا متوقع تماما في عيان البيدياتريك ان فكره النيموكوكال انفكشن دي موجوده، طبعا بشرط ان احنا بنتكلم في بكتيريا انفكشن مش فايرال. انا اكيد انا احنا متفقين على النقطه دي تمام. فبالتالي طب انا ايه اللي يخليني اختار السيفوتاكس او السيفوتاكسيم؟ طب ما اختار السيفتراكسون، وبالذات ان هو بيتاخد سنجل دوز. فانا شايف ان فكره ان انا اختار السيفوتاكسيم في الموقف ده لا، ما السيفتراكسون احسن كتير، بيتاخد سنجل دوز بيستخد ابتدى يعني احسن كتير من
موقفه احسن كتير من السيفوتاكسين. طيب الابر سبيرتوري تراكت انفيكشن، انا شايف ان الاورال المفروض ندي اورال زي الاموكسيسيلين والحاجات دي، او الاموكسيسيلين كلافيرينك او السيفدينير، يعني هم دول المفروض نستخدمهم نادرا تماما 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 في حاله ان العيان بيرجع كتير ومش عارف ايه وبتاعه، والام يعني الواد اللوعه شويه والام مش عارفه تسيطر عليه، ممكن ندي، وانا شايف ان احنا ندي يوم او يومين بالكتير سيفتراكزون، ونرجع تاني نغير نفضل بايه بالاموكسيسيلين واخواته يعني. تمام طيب. طب هنكمل الاسئله. طب حاضر اورال سيفكسيم، انا والله مش هنسى. حاضر تمام. طيب البارنترال بقى ثيرد جينيريشن كيفرس بورنت اللي بعده اللي هو السيفوبرازون اللي هو السيفوبيد. تمام السيفوبيد لو سمحتوا احترموا شويه يا جماعه، السيفوبيد قوي جدا. تمام انتي جرام بوزيتيف انتي جرام نيجاتيف بقوه، وواضح انه كمان انتي اي اس بي ال. تمام اكستند سبيكترم بيتا لاكتام، يعني بدات الريزيستنت بكتيريا الريزيستنت جرام نيجاتيف بكتيريا هو انتي ريزيستنت جرام نيجاتيف بكتيريا. تمام طيب هل يصح ان احنا نديه في اوت بيشنت؟ انا شايف ما بيتاخدش اوت بيشنت ده خالص، غير يمكن في حالات قليله جدا زي بتاع ده الكوليسيستايتس، بس احنا مين فينا شاف بكتيريا الكوليسيستايتس في عيان اطفال؟ يعني دي حاجه نادره تماما، يعني ايه فكره ان انا اشوف بكتيريا الكوليسيستايتس؟ صعب قوي. تمام لان هو الفكره كلها ان هو لو بالاري ورينا الاكسكريشن. تمام لكن هو ممكن ممكن يعني الناس اللي بتشتغل في حاجات لها علاقه بالكبد والكلام ده بتبقى ممكن استخدمه استخدم السيفوبيرازون او اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيفوبيد. تمام السيفوبيد. طب هل فعلا هو مسحوب من امريكا دكتور احمد عشان موضوع التستيكولار اتروفي؟ لا مش عارف، مش عارف يا مصطفى. لا عادي موجود عندنا في 57 ومش عارف التستيكولار اتروفي. ما كان قالوا من ضمن السايد افكت بتاعته التستيكولار اتروفي السيفوبيد. انا بتكلم على السيفوبيد. ايوه السيفوبيد. لا مش عارف يا مصطفى، مش عارف فعلا، مش عارف، ما عنديش معلومه. انا لقيته في الكتاب عادي، ومحدش مش مكتوب عليه اي حاجه. حد عنده يا جماعه فكره عن موضوع السيفوبيد ان هو بيعمل مشاكل او كده ومسحوب او كده؟ مش عارف. مسحوب من امريكا مش عارف. لا فعلا انا فعلا مش عارف، المعلومه مش عندي للاسف. ده بالعكس انا احنا في 57 بنستخدمه في الفبرايل نيتروبينيا مع في كومباينيشن مع سالباكتام اللي هو سالبرازون اللي هو سيفوبرازون مع سالباكتام. تمام بستخدمه هو مكتوب ان هو لو تعطى قبل سنتين ان هو يعمل تستيكولار اتروفي، يعني مكتوب في بعض الكتب يعني، بس مش عارف الحقيقه هو بيستخدم، بس مش عارف يعني هو ما قصدش في حاجه زي دي اصلا. مثلا عمري شفت حد بيسال، لا انا ولا غيري استخدمناه مثلا في النيونيت السيفوبرازون السيفوبيتا. وزي ما بقول لك هو استخدامه فيري ليميتد، يعني هو عامه استخدامه فيري ليميتد، بيستخدم في بعض حالات الفيبرايل نيتروبينيا بس بيستخدم مع السالباكتام اللي هو السالبرازون، بس عشان خاطر هو بيستخدم في الاي اس بي ال. تمام الى حد كبير في الاي اس بي ال هو له استخدام الى حد كبير كويس جدا جدا. تمام هو كده اخو الفورتام في السبيكترم. نعم هو كده اخو الفورتام في السبيكترم، يعتبر اخو الفورتام في السبيكترم معاه، بس لما احط معاه السالباكتام هيبقى انتي اي اس بي ال، هيبقى الى حد كبير ابتدى الى حد كبير بيبقى انتي جرام ريزيستنت جرام نيجاتيف، مش مجرد الجرام نيجاتيف طيبين بس، لا ويبقى كمان اللي هم فيهم سم ريزيستنت حاجه اسمها اكسيدنت سبيكترم بيتا لاكتام. بس خلي بالكم يا جماعه هو لا يستخدم خالص في المينينجايتس لان هو له بور سي ان اس انفكشن. اكمل طيب اخيرا وليس اخيرا حبيبي الملايين الماكسيبين. تمام شفتوا يا جماعه الماكسيبين من الناس اللي بتستخدمه في الاوت بيشنت، انتوا ايه رايكم بقى؟ شوفوا الماكسيبين عامل ازاي، انتي جرام بوزيتيف، انتي ميثيلين سنسيتيف ستاف اوريوس، انتي نيموكوكال، انتي جرام نيجاتيف، انتي اي اس بي ال من غير كومباينيشن هو لوحده كده انتي اي اس بي ال، انتي سيدوموناس. ايه رايكم؟ very 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 potent very potent. تمام شيء فوق الوصف. تمام تخيلوا بقى ان في حد بيستخدمه ان يا اما مع يا اما بدل السيفوتاكس يا اما بدل السيفتراكزون. يا جماعه اظن انا معلش هرجع تاني بقى للسيفوتاكس والسيفتراكزون، بصوا على الصوره دي كده وصوروها على الموبايل حتى وكده واستمتعوا بيها، شوفوا قوته عامله ازاي،
شوف نرجع كده بقى للسيفتراكسون فين اهو ده السيفتراكسون. ايه رايكم؟ لا فرق كبير. طب كده انت هتيجي تتفرج بقى كده على السيفوتاكس السيفوتاكسين، لا فرق رهيب. يبقى اذا انا عارف، انا عارف ان مكتوب في الكوميونتي اكوايرد نمونيا، مكتوب الفيرست لاين في الاتسا جايد لاينز سيفوتاكسين اور سيفتراكسون اور سيفيبين، مكتوب الثلاثه كده ورا بعض تمام. بس انا برضو انا دكتور تمام، انا بقى بشغل دماغي. السيفيبين ده مستحيل اشغله اوت بيشنت، ده يشتغل في الرعايه مش في الاي سي، في مش مش في برضو مش في الامبيشنت العادي. العيان لما يتدهور مني احط ماكسيبين، لما يتدهور ويتنقل ب 60 نيله ما يعني ده مش بديل خالص السيفوتاكس. ارجو يا جماعه الناس تتركز في النقطه دي، النقطه دي مهمه خالص 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 خالص. السي في بيم ده بديل الميرونام، يعني لما عيان مش عايز احط له ميرونام، عايز احط له ستيب قبل ما اوصل للميرونام هي الماكسيبين تمام. عيانين الفيبرايل نيتروبينيا في 57 بياخدوا ماكسيبين از سنجل ايجنت عشان برود سبيكترم انتي بيوتيك تمام، قبل فيبرايل نيتروبينيا قبل ما يخشوا بقى يعني لو انا مش بتكلم عيان سيبسز، عيان بس فيفر ونيتروبينيا بس تمام، ما دخلش بقى في ستك شوك وكده تمام، ياخد ماكسيبين. ماكسيبين ده بديل الميرون مش بديل السيفوتاكس تمام. ارجو ان الصوره دي تخش دماغنا. فاكرين التازوسن؟ ايه رايكم بقى الفرق بينه وبين التازوسن؟ فرق السماء من العمى، فرق السماء من العمى. التازوسن ما بيشتغلش على الام اس اس اي، ده بيشتغل عليها. ما بيشتغلش على الاي اس بي ال اللي هو اكستند سبيكترم بيتا لاكتام، ده بيشتغل عليه تمام. اي اس بي ال اختصار لايه؟ طب بصوا يا جماعه، اي اس بي ال اكستند سبيكترم بيتا لاكتام، ده يا دكتوره ده الفكره كلها ان الجرام نيجاتيف. احنا قلنا الكلام ده في الاول، البكتيريا جرام نيجاتيف تمام، اللي سنسيتيف للبيتا لاكتام، اللي هم البيتا لاكتام دول اللي بيشتغل على جرام نيجاتيف، اللي هم الكيفلوسبورين والميرنا الاثنين دول تمام، هما دول البيتا لاكتام او التاينام اللي هما الكاربابينم يعني تمام. الاثنين دول من الاخر كده الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي ريزيستنت للاثنين دول بيسموهم اي اس بي ال تمام، اكسيدنت سبيكترم بيتا لاكتام. فبالتالي انا عندي دواء زي الماكسيبان قوي جدا وبيشتغل على الاي اس بي ال، ده انا اللي ساعات بيبقى ريزيستنت ايف ريزيستنت اكيد لكل الكيفلوسبورين، بس طبعا ما عدا هو تمام، لان هو ده الكيفلوسبورين هو ما بيعتبروهوش على فكره ليه في الكيفلوسبورين يعني بيحطوه كده تمام، لا يعني هو بس عشان خاطر الاستراكشر شبههم، لكن هو فيري بوتنت تمام. طبعا في النمونيا طبعا، لانه انتي اهو انتي نيوموكوكال يبقى في الكوميونتي اكوايرد نمونيا، وانتي سلومونال يبقى في حتى الفاب نمونيا او الهوسبيتال اكوايرد نمونيا طبعا 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 جدا تمام. طيب احنا كده خلصنا الكيفلوسبورين، والنهارده هنقف عند الكربابينم. هقول بس الكربابينم قدامنا حوالي 10 دقائق، نقول الكربابينم وبعدين البتاع ده ايه ننهي هذا اللي هو ايه الشق الاول من المحاضره الاولى. الكربابينم احنا على راسنا التاينام او الايميبينم، الميرونم او ميروبينم، واخيرا الاترابينم. الاميبينم او التاينام بيتر جلام بوزيتيف، طبعا احنا كلنا عارفين حكايه ان هو مي انديوس كونفولجن، بيعمل شويه جي اي تي ديستربنس، وطبعا عارفين كويس حكايه ان هو ان احنا في عيان اللي هو عنده كونفولجنز او عنده تندنسي ان هو يبقى فيه كونفولجنز احنا ما بنستخدمش التاينام، عارفين الكلام ده كويس تمام. الميرونم ابتدى بيستخدم بقى في المونجاز براحتنا وبيعمل ثرومبوسايتوزس مش مشكله. الاترابينم مين اللي عنده اترابينم يا جماعه؟ مين اللي عنده اترابينم يرفع ايده فوق، يرفع ايده فوق. الاترابينم اللي هو الانفانز، مين اللي عنده انفانز؟ محمود حسين، دكتور محمود حسين عندك الانفانز ده انت شغال في بوريش اكيد، حد بره بوريش؟ مين تاني عنده اترابينم؟ انا شفته بس في بوريش ما شفتوش في حته، ما في بوريش. كويس جدا. هو الانفانز ده يا شباب ده نوع من انواع الكربابينم تمام، هو ما بيشتغلش على السودومونس والاسينتوباكت طبعا. تقول لي نعم، امال بيشتغل على ايه يعني؟ ده انت مستفز جدا يعني، انت اكتر اتنين بيضايقونا في المستشفيات او اكتر تلاتة، الكليبسيلا والسودومونس والاسينتوباكت. فانت ضربت الاتنين السودومونس والاسينتوباكت استعبط تمام، فهو الى حد كبير ملوش لازمه، بس هو يعني
بصراحه في some papers مش guidelines papers يعني كده قالت ان هو ممكن نستخدمه مع الميرونا في حالات اللي ابتدى السودوموناس مالتي دراج ريزيستنت والكليبسي اسف الكليبسيلا مالتي دراج ريزيستنت مالتي دراج ريزيستنت كليبسيلا بنستخدم الاثنين مع بعض اللي هو الانفانز مع الميرونا في ميكانيزم ما كده ما علينا يعني المهم بيحسن في الحالات المالتي دراج ريزيستنت بتحسن الامور شويه تمام اللي بتبقى ريزيستنت الميرونا بستخدم الميرونا ومعاه الانفانز تمام كانوا في ابوريش بيقولوا لنا الانفانز بنستعمله ك حاجه اسمها سويسايدال افكت بيخش الانفانز البكتيريا بتخلص عليه كل الطرق اللي بتكسر بيها الميرونم وان بعديها الميرونم يقوم يعمل الافكت بتاعه ده ده سلفاتش سلفاتش ده حقيقي بس هو ده كله ثيوري تمام يعني ده كله ثيوري وكلام كله غير الى حد حتى شكله غير منطقي شويه تمام كله ثيوري وفي حاله واحده بس انا شفتها ابتدى في حاله واحده انا شفت لقيتها يعني اتحسنت وغير كده الحالات كلها ما كانتش متحسنه بشكل كويس يعني تمام طيب اخيرا في حاجه اسمها تيبيبينم انا دي نقلتها من الكتاب بس يا اولاد دي اورال كابيبينم يا رب ما ينزل مصر ولا يشوف ولا يعتبها يا رب ما ينزل مصر لانه ينزل مصر الصوت يا شباب شاطرين ماشي تمام هتبقى كارثه سودة لو نزل مصر طبعا ايه هيستخدم كتير جدا تمام تمام بالظبط كده الميرونم بقى شكلهم او الكربابينم عامه شكلهم عامل ازاي بصوا النبي الحلاوه بصوا الحلاوه والطعامه والاقول ايه بس اقول ايه تمام يعني لا اله الا الله تمام الفكره كلها ان احنا انتي جرام بوزيتيف وانتي ام اس اس اي يعني بالاخر من المرسى لا تمام يعني انتوا تخيلوا لو زودنا المفانكومايسين اللي بيشتغل على المرسى تقريبا الدايره كلها قفلت حلو كده وانتي نوموكوكا طبعا وانتي انيروبس وانتي انيروبس ها انتي انيروبس تمام انتي انيروبس يعني ما فيش حاجه اسمها حط ميرونم وفلاجيل تمام عشان الانيروبس يا فندم انت خلاص مغطي ميرون تمام انتي انيروبس وانتي طبعا اي اس بي ال وعلى فكره بعض المالتي دراج ريزيستنت بتبقى سنسيتيف برضه لسه للكربابينم او التاينام او الميرونم وانتي سودومونال طبعا انتي سودومونال تمام طيب ما هو انت كده بتقول لنا حطوا العينين كلهم فانكو ميرونم هيبقى قافلين الدايره كلها السؤال اللي انا وده هيظهر اكتر في المحاضرات الجايه هو انا عاوز كده اساسا هو انا عاوز الدايره كلها تبقى مقفوله لا طبعا يعني قصدي هي مش شطاره مني ان انا اروح قافل كل حاجه مقفل عليها تمام ادي انتي جرام بوزيتيف وادي انتي جرام نيجاتيف وادي انتي فانجل وادي انتي فايرال وانتي ادي بارازيتك عشان خاطر ايه ابقى مقفل العيان كده انا مش دكتور انا حمار تمام لان ببساطه شديده لو في اي واحد اي عامل في الصيدليه ممكن يطلع لي الانتيبيوتكس دي او الكومباينيشن اللطيف ده ويديه للعيان والعيان هيخف بقى تمام لكن هو الشطاره بتاعتي ان انا استخدم ذا ليست انتيبيوتيك ان انا اوصل بيها ذا ماكسيمم افكت تمام ميرونم از بيتر طبعا في الانيروبس احنا كده هنقف النهارده عند كده المره الجايه هنكمل الامينوجلوبولايز لان فيها حته سخيفه جدا وصعبه تمام نبقى في مفوقين كويس المره اللي جايه انا هسمع منكم هنا اسئلتكم انا ما عنديش مشكله احنا خلصنا النهارده سريع الحمد لله ما طولناش زي كل مره وبرده هخش على اليوتيوب لان عرفت من دكتور احمد اتفضل دكتور احمد سامع كويس جدا ممكن اسال بس ليه سايد افكت للتاينام الفيتس ايه الميكانيزم بتاعها لا ما تخشوش ديب قوي كده لا مش عارف خالص انت مش عارف ليه اللي بيعمل اللي بيديوس الفيتس بس اللي عارفه كويس ان هو البدا ان هو بس الصوت بعد اذنك نقفل الصوت يا جماعه اوكي بالظبط اللي عارفه ان هو ما بيعديش كويس البرين بارير وان هو بيندوس فيتس ليه لا مش عارف خالص بس فعشان كده احنا بنستخدم الميرونم مش دكتور احمد
سمعني؟ اي سمعك سمعك سمعك. هو بيقال ان هو بيقلل الثريشولد للسيجرز بالظبط، بس هو بس الميكانيزم يعني بس الميكانيزم هي يعني مش واضح يعني. اه بالظبط كده بالظبط كده بالظبط تمام. سؤال ثاني حضرتك، بالنسبة لو بنبدأ انفكشن مع بعض الحالات وتكمل الكورة، هل الفيصل في السبيكترم في الكفرج بتاع النوعين ولا وممكن عادة تنقل من فاميلي للفاميلي، ولا لازم الأفضل أكون نفس الفاميلي اللي هبدأ بيها انفكشن أكمل في أورا؟ إن حضرتك قلت حاجة زي كده في وسط الكلام، أنا عارف إن ممكن يكون الموضوع سابق حضرتك تتكلم عنه في الكيسز، بس انا لفت نظر ان حضرتك قلت حاجه زي كده في وسط كلامي. ايوه 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 بص بص، خلينا نتفق اتفاق ان فكره، انا عارف انت قصدك على الحقيقه لما انا قلت لك ان احنا نبدا بسيفتر اكزون ونكمل باوجمنتد. يس تمام. ده مكتوب في كتاب تمام، يعني مكتوبين كده ان انا ابدا بتعرف سيفتر اكزون. لا ما انت كمل على الثيرد جنريشن. انا هسالك سؤال واضح وصريح، هسالك سؤال واضح وصريح تمام. تعالى نمشي، انا هسمع كلامك وهبدا سيفتر اكزون، وبعد ما اخلص هكمل تفده دينير تمام، على اساس ان انا في ثيرد جينيشن وكملت في ثيرد جينيشن برضه تمام. السؤال بيطرح نفسه، هو انا لما هكمل بثيرد جينيريشن هو برضه مش هو الاورال اللي انا هديه ده هيفضل برضه يوم او اتنين على بال ما ياخد ليفل في الدم وعلى بال ما يدي الاكشن بتاعه؟ يعني انا ما كملتش بنفس الماده بالظبط، انا كملت ماده ثانيه، هي نفس الفاميلي بس الماده ثانيه، صح كده؟ تمام. طب ولو نفس الماده بالتالي في منها انجكشن و و و و اورا زي مثلا اليونسن. انت قصدك زي اليونسن مثلا؟ زي اليونسن مثلا. بص المشكله يعني المشكله ان احنا لازم نبقى مرتبطين بالجايد لاينز بالذات في الانتيبيوتكس تمام، لان ابتدى الفكره كلها ان الانتيبيوتيك. خليني ابقى واضح وصريح، انا وزي ما قلت لحضراتكم الاول تمام، انا مش جاي نهايه الموضوع، لان هو جاست انا كلينيشن لايك يو تمام. انا الفكره كلها انا بنقل لكم ايه اللي المفروض نمشي عليه، مش النو هاو مش عندي، لان انا كمان مش بتاع انفكشنز ديزيز ولا بتاع مايكروبيولوجي تمام. لكن هل انا ينفع ان انا ادي عيان كلاس معين وشفت على كلاس تاني؟ لو مكتوب في الجايد لاينز، لو مكتوب في الجايد لاينز، وهو مكتوب يعني في الاتس جايد لاينز، وفي بقول لك الامريكان فيزيشن بتاع الفاميلي ميديسن ده تمام، مكتوب ان انا ممكن ابدا في العيانين الابر سبيرتوري انفكشن اللي هم عندهم ساينسايتس مثلا او راين ساينسايتس للاطفال اللي اكتر من سنتين، انا المفروض ادي اموكسيسيلين كلافيولينك على 90 ملي جرام بير كي جي، من ممكن على 45 وممكن على 90 ملي جرام اكوردنج، ممكن ابدا ب 45 وبعدين اكمل 90 وات ايفر يعني تمام. المهم ما علينا دي تمام، من 45 ل 90 ملي جرام بير كي جي بير داي. حلو كده؟ حلو. طب لو في فوميتنج او انتولرانس بدي ابتدى 1 تو 3 دوزز اوف سيفترايكزون، وارجع تاني اكمل بمين؟ بالاوجمنتين بتاعك او بالاجوموكسين كلافيلان تمام. فهي دي النقطه اللي انا يعني حابب اركز عليها. ينفع نشفت بشرط تبقى مكتوبه اهلا وسهلا تمام. فيصل الجايد لاين، الفيصل جايد لاين تمام، لان انا عارف والله ان انا مش مقدم الاجابه الشافيه لحضرتك. انا 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 فاهم الموضوع ده يعني تمام؟ انا سمعته من اساتذه كتير قوي، وكان معركه ما بين طرفين، طرف بيعيب على الطرف الثاني بشده، ازاي تكون في كلاس وتنقل لكلاس ثانيه، وطرف ثاني بيقول لا يعني انا ما فيش اي مشكله خالص نكمل كذا يعني. بس هو في الاخر لحد ايام فاتت يعني ايوه، بس هو في الاخر بيني وبينك الكتاب يعني، انا قصدي خليني اتفق اتفاق ان out of your subspeciality، انت ما بتبقاش عارف قوي الباث اوف سيولوجي تمام، انت جاست بتبقى عارف قوي ال البتاع ده ايه الاوتلاينز تمام. this is out of my subspeciality تمام. فهو الفكره كلها انا بقول لحضرتك من واقع
سب سبيشاليتي كده من واقع الامور تمام. لا انا اقدر اكمل ابدا باند كلاس وانقل لكلاس تاني ما دام الكلام مكتوب. ما دام الكلام مكتوب انا ما فيش حاجه حد يغلط تمام. لو مش مكتوب اوكي انا يبقى انا غلطان تمام. بدليل هقول لحضرتك حاجه، انت بتبدا عيان نمونيا دخل المستشفى تمام، كوميونتي اكوار نمونيا، فانت هتديله ايه؟ هتديله سيفتراكزوم. جميل. هتخرج هقعد معاك يومين، الدنيا اتحسنت الحمد لله وشلت الكانيولا والدنيا كويسه وبدا يوضع من امه والدنيا كويسه خالص، هتروح البيت. هتروح البيت على ايه؟ على اورا اموكسيلين كلافين تمام. طب هو انا نفس العيان كان تونسيلايتس انت اضطريت، خلي بالك برضو معلش انا عايز بس ااكد على حاجه لان برضو العدد كبير معانا فممكن يفهم مني غلط تمام. انا ما قلتش ان كل التونسيلايتس، انا قلتش ان عيان التونسيلايتس اول ما يجي لك العياده تخبطه السيفتراكزون وبعدين تقلبه ابتدى اوكسيلين كلافيرينك. لا 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 لا، انا بتكلم اضطريت اسفا ان انت الولد بيرجع على طول وانت مش عارف تكمل له، هتعمل ايه؟ هتعمل كده تمام. لكن لا المفروض يعني انا في العياده عندي لا انا بستخدم الانجكشن وقت يعني مثلا كل 3 اشهر مره تمام. لا بديهم اورا تمام، وبشجع الام انها تاخد اورا، احنا نقعد ندي سيفتراكزون ليه تمام، بس ده لا يمنع ان انت ممكن تحتاج في بعض الاوقات تمام. هو الحقيقه من كام سنه يعني كنا نخاف للاسف هندي انجكشن في الاول، لكن الواقع غير كده خالص، وعيال واطفال كتير جدا جدا بيخفوا على الاورال، والواحد مع الوقت قلل الانجكشن بشكل كبير قوي وده ريحهم يعني. طبعا 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 ده اكيد تمام. شكرا يا فندم، شكرا حضرتك. الو دكتور احمد، في اسئله كتير قوي، انا هرد على الاسئله كلها المكتوبه يا جماعه بس واحده 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 تمام. اتفضل. الو دكتور احمد. اتفضل. التاينام بينفيت ريسك ريشيو في حالات بلاد كلتشر نيونيتال سيبسيس، يعني هو لو طلع لي السنسيتيفيتي بتاعته كويسه جدا في البلاد كلتشر اختاره هو ولا اختار حاجه اقل منه كجرام بوزيتيف؟ يعني ممكن ادي فانكو كجرام نيجاتيف. كجرام نيجاتيف كجرام نيجاتيف اسف. يس كجرام نيجاتيف. بص انا دايما الجرام نيجاتيف انت لازم تسال نفسك سؤال، خلي بالك الجرام نيجاتيف ودي الحلقه الجايه ان شاء الله. ها في الجرام نيجاتيف سبسس احنا الاول السؤال هي الكالتشر دي بلاد، يعني بلاد كالتشر يبقى سبسس صح كده، بلاد سبسس تمام حلو. لو جرام نيجاتيف سبسس انت لازم تغطيها باثنين انتي جرام نيجاتيف مش بواحد، اثنين انتي جرام نيجاتيف تمام. دي نقطه مهمه جدا جدا، مش واحد خالص بس واحد. ادي السؤال الاولاني. السؤال الثاني، طب ايه الاثنين اللي هقدر اغطيهم بيهم؟ طبعا اثنين كل واحد من كلاس يعني تمام. انا هشوف السنسيتيفيتي فرضا، السنسيتيفيتي عندي تمام اثنين، لو طبعا لو مالتي دراج ريزيستنت او اي اس بي ال، يعني اي اس بي ال وانت طالع هو ده، هتحتاج اثنين انتي جرام نيجاتيف. لكن لو مش اي اس بي ال، لو سنسيتيف لكل حاجه، لا ممكن تستخدم واحد بس. طيب انا بستخدم دايما من الاقل للاعلى، بمعنى اسال لنفسي الاول هو في كيفلوسبورون سنسيتيف؟ لا، يبقى دي راحت. طيب السؤال الثاني، طب في امينو جلايكوزايد سنسيتيف؟ لا راحت. ثلاثة، في كربابين مسنز؟ يبقى دي ميرنم، ادي واحد تمام. طب ادخل معها ايه؟ اشوف الكينيلونز، لقيت كينيلون سنسيتيف؟ يبقى ميرنم سيبر، الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض تمام. طيب ليه؟ لان لازم ادي اثنين في اثنين انتي جرام نيجاتيف بشرط ان العيان ده يبقى في ريزيستنس تمام. طب لا سيبرو لا، يبقى ما فضلش غير جروب الكوليستين، فغالبا هيبقى سنسيتيف للكوليستين، يبقى هيبقى مورينام كوليستين. طيب ادي واحد. لا بلاد كلتشر ثانيه سنسيتيف للبتاع ده، لقيتها سنسيتيف للكيفلوسبورن وللامينو جلايكوزايد وللميرونام وللناس كلها تمام. خلاص اختار لك واحد من ده كده، مش عاوز غير سنجل بتاع ده انتيبيوتيك. وغالبا المنظر ده احنا مش بنشوفه، يعني عشان نبقى واضحين وصراحه، غالبا المنظر بيبقى الاولاني اللي انا حكيته عليه من شويه. لكن لو فرضا سنسيتيف للناس كلها، استخدم خلاص، لقيته مثلا سنسيتيف للبتاع ده للفورتم، خلاص استخدم الفورتم، فورتم سنجل ايجنت بس وخلاص، خلصنا كده تمام. طب السؤال بقى الاهم من اللي حضرتك بتقول تمام. طب ما غطيش حاجه جرام بوزيتيف اذ ربما؟ لا يا باشا، مش انت طلعت الكالتشر امشي على الكالتشر، مش انت طلعت امشي على الكالتشر تمام. بس دي نقطه مهمه خالص. طيب انا بس هقرا الاسئله بسرعه كده انتوا كاتبينها يا جماعه. ويز دو ميرنم في كليبسيلا مالتي دراج ريزيستنت؟
ماشي اوكي. امبيسين هاو كان اي شيفت من يونكتام اورا، احنا اتكلمنا في النقطه دي اعتقد مع. طيب شكرا. برغم ان المانوال قايل ان المرن بيستخدم في حالات الان اي سي كانتي انيروبيك ابتدى كانتي انيروبيك الا من موقع التجربه فعلا الفلاجيل بيجيب نتائج افضل. اقول لك حاجه يا دكتور محمود وما تضحكش الناس عليا بيني وبينك، تمام انت معاك حق، بس هو برضو انا لازم اقول الكتاب بيقول عشان بس يعني ده سيناريو المفروض عليا، بس يعني انت معاك حق. ايوه الفلاجيل بيجيب نتائج احسن. ايوه ده حصل وبيحصل وهيحصل، تمام. طيب هل كل مجموعه الكاربابينم؟ لا مش عارف، تمام. الاختلاف بنسلين الاختلاف والتنسولايزس مش عارف ايه. لا دكتوره ايمان طه انا مش فاهم معلش السؤال، كلام نيجاتيف مين اصح كيفالوس؟ لا انا اسف مش دكتوره ايمان انا مش عارف السؤال ايه. مش فاهم. هل كل مجموعه الجرام الكربابينم انتي جرام انتي انيروبس؟ وهل كل مجموعه الكربابينم انتي يس كل مجموعه الكربابينم وبالذات طبعا الميرنم اكتر انتي انيروبس؟ يس تمام. When I have to change the antibiotic, no response. يا دكتور أحمد عادل، دكتور أحمد عادل كله ليه كل الاحترام يا فندم والسؤال اللي في الجون. بص السؤال ده كان جاي المرة الجاية، تمام؟ ده أنا قاعد أوضف فيه عشان المرة الجاية، ده حلو جدا السؤال ده، تمام؟ هل كل الأنتيبيوتكس إمتى غير الأنتيبيوتك؟ يا السؤال جميل قوي، تمام؟ بص يا فندم أنا بغير الأنتيبيوتكس، أنا بدي my impression عن الأنتيبيوتك بعد حاجتين، تمام؟ بعد الاول بعد من 48 ل 72 ساعه رقم واحد، رقم اثنين لازم كلينيكال ولابوراتوري، تمام. حسب طبعا انت الانفكشن كنت مشخصها الاول ايه، يعني زي مثلا حاله نمونيا حاله سيبسيس انت كده كلينيكال ولابوراتوري، تمام. لكن حاله مثلا تونسيلايتس حاله ابر ساينوسايتس كلينيكال بس كفايه. فلو الكلينيكال بيتحسن الفيفر بتتحسن السي ار بي بيتحسن الاكس راي بتتحسن خلاص هفضل زي ما انا. اغير انتيبيوتكس امتى؟ اف نو ريسبونس كلينيكال اند لابوراتوري، اثنين كلينيكال ولاب كلينيكال ولاب، تمام. البيدياتريك والمنينجيتك دوزز بتاعت الادجستمنت بتاعت ايه؟ البيدياتريك والدوز. دكتور احمد هل الفيفر من ضمن العلامات اللي بقيس بيها الكلينيكال ريكفري ولا لا ولا مش شرط؟ مش شرط في حاجات بس هي مش هكذب عليك يعني. بص ما توقفش نفسك وتصدر نفسك في حاجه صغيره، تمام. بمعنى يعني كل حاجه اتحسنت بس الفيفر لسه مكمله، طب ما جايز الفيفر دي نتيجه اي حاجه ثانيه، تمام. ما جايز العيان اساسا تشخيصه لوكيميا وانت قاعد تديله انتيبيوتيك فحسنت الانفكشن بس ما حسنتش اللوكيميا، ايه رايكم؟ تمام. يعني فرضا عيان جالك في الاستقبال او في العياده او في اي حته وعنده وهو لوكيميا وانت لسه ما اكتشفتوش، تمام. بس هو الواد كان جاي لك كمان بنمونيا، تمام. فانت اديته انتيبيوتيك فالواد النمونيا اتحسنت فالكلينيكال اتحسن بس الفيفر لسه شغاله، فممكن بعد يومين ثلاثه تدي له فرصه تقول له روح وتعالى لي ثاني. فلما هيروح لما يجي يرجع ثاني برضه لو الواد بقى كلينيكال امبروفد تماما هو لسه الفيفر يبقى دور على سبب بقى الفيفر، دور تاني في سبب الفيفر. بس الفيفر طب لو هو بقى كله على بعضه كده مش مظبوط، الدستريس بقى اكتر، ريفيوزال فيدنج بقت اكتر، ابتدى الدنيا بقت اوحش والفيفر شغاله، يبقى احنا كده ماشيين في اتجاه غلط، تمام. فلازم كلينيكال ولاب، وده هيبقى عليه نقط كتير قوي. رائع السؤال ده يا دكتور احمد، رائع السؤال ده. دكتور هاله بس حضرتك عايز قصدي حضرتك على كل انت اجراءات كل الانتي بايوتكس وايه واللي ليه من ابتدى ادجستمنت. انا هحاول طب حاضر هجيب هبعت يعني هبعت لحضرتك حاجه زي كده او هعملها شير على الجروب الدوز بتاعه الانتي بايوتكس كلها، تمام. احنا بنتكلم ان جنرال لحد ما احنا اتكلمنا في النقطه دي. Discharging pneumonia child on cefixime as azithromycin if that combination is good. لا دكتور احمد لا، تمام. النمونيا بيشنت على حسب انت احنا يمكن دي في محاضره اتكلمنا فيها محاضره النمونيا، تمام. على حسب انت هتحطه في كاتيجوري من ثلاثه. الكاتيجوري الاولاني ده اذا كان ده فايرال نمونيا ده مش معانا، ده باي باي. لا بكتيريال نمونيا، لو بكتيريال نمونيا هتسال نفسك سؤال ده بكتيريال عادي ولا نيوموكوكال انفكشن،
نيموكوك اسف ولا اتيبيكال انفكشن. لو اتيبيكال انفكشن الازيثروماكس ونخرج العينه على الازيثروماكس، لكن لو تبع بكتيريا النمونيا ساعتها هيبقى حلك الرئيسي هو الاموكسيلين كلافيولان. الاموكسيلين كلافيولان إذ أبرز ريزيفيكشن ويز دايريا وات تايب اوف انتيبيوتيك هير. تمام يا فندم، الدايريا اللي مع الأبرز ريزيفيكشن انفكشن لو هي اعتقد دايريا غير حقيقيه، يا ابتدى يا اما دي من اسوشيتد يعني مع مجرد المخاط بتاع العيان وبتاع، يا اما مع دي سكندري للاموكسيل اللي انت بتديه. لسه مدي الاموكسيل. تمام انتنسولايتس. دكتور ايمان، انتنسولايتس هاف اوف اس يوز بنسيلين فاميليز اند اذر سافز ديسبايت ذا كومن اورجانيزم جرام بوزيتيف وات فيرسس كوريت. لا يا فندم، هو كاتب كده دكتور ايمان، انه كاتب ان المفروض استخدم الفيرست لاين في الابر سبيسيفيك انفكشن از اموكسيلين كلافيولين. تمام، وزي ما حضرتك شفتوا ان السيفتراكسون مغطي تقريبا نفس الحاجات اللي بيغطيها التدس الاموكسيلين كلافيولين، فبالتالي انا بدي من في الاول الاموكسيلين كلافيولين. فرضا بقى العيان بيرجع كتير، بتاعت الام بتتدلع، مش عارفه تعمل، فروح رايح ساعتها ليه بتاع الانجكشن من السيفتراكسون for one or two injections. once ان العيان بدا يتحسن ارجع تاني اكمل بال بتاع. وهجيب لكم يا جماعه، والله هجيب لكم الكلام ده مكتوب، هجيب لكم الكلام ده مكتوب. احنا عايزين في اخر انت بتقول نجيبها بالعكس كل انفكشن. ايوه يا فندم والله هيحصل، والنعم هقول زي ما حضرتك دكتور اسعد عنايه الاثنين. طب معلش خمس دقايق كمان هقول حاجات، هرد على الاسئله طب دكتور ممكن اسال سؤال؟ سؤالين يا فندم. شكرا. دلوقتي هل الفيرست شويس بيتغير لو الطفل مثلا الشهر اللي فات كان واخد التونسلايتس اموكسيلين كلافيولينيك، والشهر اللي قبليه والشهر اللي قبليه، هل المفروض يعني افكر ان ثانيه، ولا برضو نفس الكلام بيبقى؟ يا دكتوره زينب، السؤال ايه ده رائع. تمام، في الجون. ايوه يا فندم، لو سمحتي بقى ما تديش امبيركال انتيبيوتيك. تمام، وقفي بقى كل حاجه، ستوب. تمام، انا دلوقتي كام عيان جالكم في العياده وقال لك ايه؟ بص يا دكتور انا متوسم فيه خير والنبي، الدكاتره الحمير اللي كنت عندهم، هم مش حمير ولا حاجه على فكره، هو انت كنت تبقى مكانهم يعني. تمام، الدكاتره الحمير بقالي شهر بلف عليهم. تمام، منهم لله البعد. تمام، وبعدين خدت كذا وخدت كذا وخدت كذا وخدت كذا وخدت كذا. تمام، ولسه الواد سخن، اوعى تدي تقول طب انا هغير وادي حاجه جديده، اوعى. تمام، ستوب كل حاجه. تمام، ماشي على انتي بايوتيك، اسحب كلتشرز، وبعدين ابتدى اكوردنج كلتشر، ادي الانتيبيوتيك بتاعك. تمام، ما تقوليش لا طب انا هغير. طيب فرضا ان هو كان فيري سيفير وسيريس لدرجه دخوله المستشفى، فمش هينفع ان انا اعمل كده، اسحبي برضو حاجتك وبي جو سو اجريسيف. تعالي نشوفي، تعالي نقول اقول لك على حاله حصلت معايا. تمام، في عيانه جات لي قالت لي ده انا بقالي بتفاجئ عيانه نمونيا، دخلت المستشفى وقالت لي ده احنا بقالنا كام يوم بنتعبانين يا دكتور. حاضر، الوالد الاكس راي فيها بكتيريا النمونيا، فانا حصل زمايلي واصدقائي اللي معايا فهنا هتلاقيهم ممكن حاضرين معايا في المستشفى وسمعوا الكلام ده وانا واقف معاها. تمام، في الاول قالت لي والله احنا كنا بناخد شويه ادويه ما تحسناش عليها. عارفه يا ماما الادويه؟ لا مش عارفها. طيب بس انا كل شويه وفي وسط الكلام رميالي كلمه زيسروماكس، شويه وفي وسط الكلام زويت رميت لي كلمه إيه. فانا قلت خلاص ما دام زيسروماكس، انا كنت هدخله في الاول، كنت هدخله بس على سيفتراكسون عادي، فقلت زيسروماكس خلاص كملوا بس بزيسروماكس، هي كانت بدات يوم كملوا كمان زيسروماكس مع سيفتراكسون ده في انت بيشنت. تمام، لا طب يا دكتور، ونزلت اديته في الصيدليه حقنتين، ورحت الدكتور فلان اداله مش عارف في ايه، ودكتور علان اداله، ودكتور ترتان، فبقى لها 10 ايام بتاخد انتيبيوتكس، ومع ذلك في بكتيريا النمونيا في صدرها، في ار بي بتاعها 200 مش عارف وكام. تمام، فبدل ما كنت بادئ ان انا هدي سيفتراكسون قلبته على الماكسيبين، قلت لا خليها ماكسيبين، وصلت في الاخر ان انا دي التفنك، لان العيان كان بوردر لاين هو يخش الرعايه المركزه. تمام، فا طبعا ما كانش ينفع استنى اليومين، سحبت بقى نفس الكالتشرز بتاعتي، وما ينفعش ان انا استنى. طبعا ان العيان كان واخد انتيبيوتكس قريب، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. طب لو بعيد بقى شويه، اللي هي لا كل شهر يعني بيخف ويجي بعد شهر يتعب تاني، اللي هو
كلتشراتك يا باشا برضو. ايوه انت بقى، انت بقى خلاص، انت كده، انت كده بارده، انت انت قاعده في ال... في اللاند، انت قاعده يعني مثلا يعني تون سلايدز عادي في شكر، تون سلايدز كل شهر يعني اسهل، ما هو بيخف بيخف بس بيتعب بعد شهر، يبقى كده برضه في مشكله. اه بص طبعا انا اديكوت ابتدى غالبا انا اديكوت يعني كورس اوف تريتمنت، فلو سمحتي اسحبي مش هتخسري حاجه، اسحبي سروت سوير تمام وشوفي الاخبار ايه. ماشي طيب دكتور احمد زكي، ان كيس اوف نيكروبينيا وذ تيريوستومي اند ريكرنت نمونيا از ماكسيبيم از دراج اوف تشويس ان اوت بيشنت كلينيك؟ طبعا يا دكتور احمد، طبعا ماكسيبيم دراج اوف تشويس، طبعا انت لازم تاخد على الاقصى، انت عندك عيان نيكروبينيك تمام تاخد على الاقصى وذ زيسروماكس. انا رايي زيسروماكس اتس نوت، انا عارف انتوا واضح ان حضرتك انكولوجي يعني تمام، انا عارف انتوا كانكولوجي بتحترموا زيسروماكس قوي في الـ في الـ في الـ في النمونيا، بما ان انا في 57 وعارف، لكن لكن مش هكذب عليك اتس نوت ذات ذات يعني كومن الاتيبيكال انفكشن. فانا شايف لا الماكسيبين ممكن تحط معاه زيسروماكس عشان تمشي على الجايد لاينز بتاعتك، وبلس وماينس انت تدي تافانيك لو لو فيري باد جنرال كونديشن. وطبعا لا تنسى لو انت شايف ان العيان هيخش المستشفى وبتاع، لا تنسى الفانكومايسين كانتي جرام تمام. اختبار الحساسيه الناس كلها ابتدى بتتكلم عن اختبار الحساسيه بتاع السيفتراكسون، اعمله ولا لا؟ انت هتعمله لسبب واحد بس، ميديكال ليجل يا جماعه، ميديكال ليجل احنا يا جماعه في البلد دي، ممكن تعرفين اللي بيحصل فينا كلكم دكاتره ويا من ضربت. فلا يا شباب ما ما تنسوش تمام. دكتور معلش ممكن سؤال؟ اه في انتظار. ايه هو بخصوص السؤال بتاع الدايريا اللي كنت بسال عليه مع الابر ريسبيرتوري تراكت انفيكشن، انا قصدي ان الاموكس انا عارفه ان هو بيعمل دايريا، هل برضو اكمل على الاموكس عادي وانا عندي ابر ريسبيرتوري تراكت مع دايريا، ولا المفروض اشفت على انتيبيوتيك تاني يكون الدايريا معاه اقل؟ انا هسال حضرتك سؤال مهم خالص تمام. هو الدايريا دي سيفير لدرجه انها ممكن تدخله دهيدريشن؟ مش دايما لا، هي هي مساله انها بتبقى عامله يعني مضايقه لاهل العيان، بس اهل البيشنت بيبقوا. انا ببساطه شديده انا يا جماعه، يا جماعه لو سمحتوا انا هدي، انت هتقول للبيشنت او الاهل البيشنت يا جماعه لو سمحتوا انا هدي ابتدى انتبيوتيك ممكن يعمل لي شويه اسهال، يا دكتور ده هو عنده اسهال، معلش انا ما عنديش غيره تمام. طيب هل ممكن استخدم حاجه تانية يا جماعه؟ اي حاجه تانية، اي حاجه تانية غير الانتيبيوتيك دي، غير قصدي غير الاموكسيسيلين، هتعمل لك برضو سام سودو ممبرس كولايتس او سامثينج لايك تمام، يعني هتعمل برضو حاجات مش 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 احسن حاجه. طب انا ممكن استخدم سيفدينير؟ اه ممكن استخدم سيفدينير كسكند لاين، ممكن استخدم سيفدينير ومكتوب كسكند لاين تمام. طيب معلش سؤال تاني، هو مش عارفه حضرتك يعني اتكلمت عليه وقع مني ولا اللي هو الاورال سيفيكسيم؟ اه اورال سيفيكسيم، اه اللي هو السبراكس. اه السبراكس او في منه سيفيكسيم بنفس الاسم في في الماركت يعني. ده ثيرد جينيريشن ومكتوب، ومكتوب في بعض الجايد لاينز في في اعتقد في الاتسا تقريبا، في الاتسا جايد لاينز مكتوبه، مكتوب في النمونيا تقريبا بس كسكند لاين، وبرده يعني بس هو في ميزه للسيفدينير قويه جدا تمام عن السيفيكسين، ان السيفيكسين مينلي جرام نيجاتيف، السيفدينير جرام بوزيتيف اند نيجاتيف، فعشان كده ده ميست السيفدينير او السيفيدين او الاومنيساف من الاخر اللي في السوق يعني تمام عن الـ عن السيفيكسين تمام. لكن اه باكس بيستخدم اه تمام، ومكتوب اه شكرا جدا شكرا شكرا جدا. امتى افكر في الانتيبيوتيك بروديوسينج فيفر؟ من الاخر كده يا جماعه لما يبقى كل حاجه كلينيكال كويسه ولاب كويسه ومفيش والعيان بياخد انتي، طبعا واضح ان الدكتور احمد مصطفى ده انكولوجي تمام، لان اسئلته كلها اسئله انكولوجي تمام. انتيبيوتيك بروديوسينج فيفر صعبه قوي تيجي في الجنرال بيدياتكس، لان غالبا العيان ما بياخدش الانتيبيوتكس الفتره الطويله الرهيبه تمام. طيب دي واحد تمام. الحاجه الثانيه مش عارف حالات المنجز، مش عارف قصدك ايه، نيجاتيف كلتشر بات سيلز ولا لا التريبل؟ لا مش فاهم بي سي ار. لا طب بص احمد يعني كلمني ان برايفت، لان هو طبعا اعتقد الاسئله بتاعتك دي فيري سبيسيفيك، يعني كلمني ان برايفت، الناس هتبقى مش 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 سريعه مش سعيده قوي تمام. مزرعه يقول معاك كليبسيلا بالتر ريزيستنس، يا جماعه هنتكلم بقى بالتفاصيل اليو تي اي الابر سبيسيفيك، هنتكلم الكلام ده بالتفاصيل المره الجايه.
فيها الكلام ده بالتفاصيل الشديدة يعني. تمام انا متشكر لكم جميعا. دكتور احمد معلش سؤال بس قبل ما اتفق. طيب قول يا مصطفى. هو سؤالين بس غالبا هيبقوا المحاضره اللي جايه مش النهارده يعني مش المره دي ان شاء الله. حته الناس اللي بتحط ديكسا على الانتيبيوتيك الايه؟ حاجه الديكسا الناس اللي بتحط ديكسا النيتازون على الانتيبيوتيك. مصطفى هتودينا في ده يا مصطفى هنشتم وقت ده شغل سوق. تمام دي حاجه. السؤال الثاني اللي انا كنت اساله حضرتك اللي هو صنفين انتيبيوتيك بيشتغلوا على نفس التارجت حاجه على يعني زي نسين مثلا كلافران وكده. هتيجي المره الجايه بالتفصيل. هتيجي المره الثانيه الجايه بالتفصيل. تمام اللي احنا نستخدم ايه الاند ايه الكومباينيشن بتاع الادويه. تمام لكن انا بقول لك لا. تمام ما بستخدمش ابدا ان انا استخدم اثنين انتيبيوتيك يستخدموا نفس السبيكترم. بس هنتكلم في ازاي نعمل كومباينيشن والله المره الجايه بالتفاصيل. هنتكلم في موضوع الكومباينيشن ده والخناقه دي لانها خناقه كبيره مش صغيره. دكتور احمد السلام عليكم. انا محمد رياضي باشا معلش قبل ما تقفل استاذنك بس تخش على اليوتيوب والله يكرمك. انا والله يوتيوب انا طيب. بحاول اكلم اخد من اخدت اسئله والله من يوتيوب. طيب كويس انا ثانك يو. الميعاد الجاي امتى يا دكتور احمد ان شاء الله؟ يعني هو بص انتوا مش الجمعه ده زي النهارده كده حلو يعني نخليها اه جميله جميله اه يبقى كل جمعه ان شاء الله. اه كل جمعه كده ننقنق فيها واحده واحده ان شاء الله. هل استخدام نفس الانتيبيوتيك بشكل متكرر يقلل من كفاءته رغم انه بيجيب نتيجه؟ لو مثلا انا اشتغلت حالات بكتيريا بتونسلايتس بامكسين كلاف هل اغير بعد كده؟ لا يا فندم ما تغيريش. تمام ما تغيريش نفس الانديكيشن احنا او الدكتور ما تغيريش نفس الانديكيشن الا لو بتاع ده زي ما الدكتوره كانت قالت ان هو الواد بيجي لها كل اسبوع او كل اسبوعين. تمام يخلص من قصه تخش في تاني يخش في ساعتها لا اعرف ان في مشكله اسحب لو سمحت عينه او يعني ثروت سواب كلتشر وسنسيتيفيتي قبل ما تدي اللي بعدها اعرف ان فيها مشكله. لكن مثلا كل ما يجي لك كل 6 شهور بنفس التعب لا ما تدي له نفس العلاج اي مشكله خالص. انا رجعتي كلها شبه بعض يعني مش عارف صح ولا غلط يعني جايز غلط بس هذا الحقيقه. طيب شكرا جميعا لكم يا جماعه اراكم ان شاء الله باذن الله على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.